في الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. يا صباح الخيرات على كل حضراتكم واهلا بكم جميعا. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده لن تخلو من الحديث عن النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي وتحديات النادي الاهلي، الى جانب طبعا ان احنا بنتكلم دايما مع حضراتكم على الرياضات المختلفه. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا نهار. صباح الفل والخير يا كريم. صباح الفل وخير على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم بيتكلم كده نهايه الاسبوع، لكن اسبوع هيكون حافل برده، عندنا مباريات مهمه وعندنا احداث مهمه وكواليس اكيد هنطلع حضراتكم عليها. وخلينا ننوه عن الفقرات، احنا النهارده هنتكلم عن المصارعه الرومانيه فقره طبعًا. ودي مصارعه يمكن كانت او هقول من الرياضات المشهوره بشكل كبير جدا وتحديدا طبعا في مصر، لكن حابين نعرف التطوير والمستوى اللي وصلنا له لحد هذه اللحظه ومشاركتنا كمان على المستوى الدولي. الفقره الثانيه هتكون كرويه وهنتكلم محليا وعالميا مع الناقد الرياضي وصديقنا العزيز جدا الاستاذ محسن لملوم. هنبتدي معاكم بقى بالاخبار الحلوه اللي تشرح القلب كده وتفتح النفس على الصبح. نبتدي بترشيح النادي الأهلي لجائزة الأفضل في العالم لعام 2023 في استفتاء جلوب سوكر، وطبعا المنافسة هتكون في منتهى الشراسة مع الهلال السعودي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، إلى جانب مجموعة من أفضل أندية العالم وأفضل أندية الشرق الأوسط. كمان من ضمن الأخبار الحلوة أن مدربنا مارسيل كولر دخل ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2023. طبعا دي حاجة رائعة جدا، لأنه حتى لو ما كسبش مجرد الترشيح ده شيء رائع جدا. والحقيقة برضو المنافسة كمان هتكون في منتهى الشراسة، يعني لأن في أسماء كبيرة وتقيلة جدا مرشحة للفوز بهذه الجائزة، أبرزهم طبعا أنشيلوتي مدرب الريال، وإسكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، جوارديولا مدرب المان سيتي، إنزاجي مدرب إنتر ميلان، وتشافي مدرب برشلونة. فالأسماء كلها تخض الحقيقة. وطبعا محمد صلاح ضمن ترشيحات أفضل لاعب في العالم في نفس الاستفتاء. بالتوفيق ليهم كلهم يا رب ان شاء الله، وباذن الله يعني ربنا يكرم صلاح والأهلي ومستر كولر باذن الله. بص يا كريم، مش حاجة يعني تدهشك لما تلاقي مثلا استفتاء سواء على المستوى المحلي بجد او افريقيا او عالميا، بتتكلم ان النادي الاهلي بيحصل على اكبر ترشيح مثلا او ترشيح اكثر من ترشيح، خلينا نقولها بهذا الشكل، لان انت في الاول وفي الاخر الحمد لله انت واصل لرانكينجز مقارنه بانديه كثيره جدا حتى افريقيا. انا مش بس بتكلم محليا، محليا احنا عارفين مكانتنا فين، يعني مش هنقعد نتناقش فيها او نتناقش فيها يعني، لكن كمان افريقيا انت في حته مختلفه تماما، عالميا انت برضو في حته مختلفه تماما. واعتقد التاريخ والبطولات اللي انت بتحصل عليها وترتيبك عالميا هو اللي بيتكلم عن ده، مش انت اللي طالع تشكر في الفريق بتاعك مش على اساس، لان يعني كنا بنشوف ده في بعض السنوات يعني على كل حال من فرق اخرى. على كل حال دايما الواقع هو اللي بيتكلم، لكن فكره ان انت تكون مسيطر على الجوائز لما بيكون في مسابقه محليه، وكمان لما بيكون في مسابقات عالميه يبقى عندك ترشيحات زي ما انت قلت. كمان تحديدا كولر على فكره الترشيح بتاعه انا كنت سعيده جدا بيه، لان انت قلت اسماء كتير كبيره أسماء يعني مخضرمة كلعيبة سابقة وكمان كمديرين فنيين حاليين وإداريين وغيره، لا أسماء فكرة حتى فعلا ترشح أو ترشيح مارسيل كولر بينهم، أعتقد ده إنجاز كبير جدا صحيح. ومكانة كبيرة جدا هو يستحقها أن هو يكون ضمن يعني الأسماء المرشحة. بإذن الله كل التوفيق ليه، وفعلا الموضوع بيقاس بالإنجازات اللي بتتم في موسم في سنة. أعتقد هو محقق كتير جدا الموسم طبعا. الماضي تحديدا الناس كلها تتحدث يعني محليا وإفريقيا وعربيا أن الأهلي كان او شهد فعلا موسم استثنائي العام الماضي. نتمنى التوفيق في اللي جاي كمان باذن الله، وهنشوف. بس انا اتوقع ان احنا هنحصل على اكتر باذن الله من جائزه في هذا يعني الاستفتاء. نروح بقى لفريقنا واللي بيواصل زي ما حضراتكم عارفين برده تدريباته، خلاص بتتكلم عن اقل تقريبا من 72 ساعه وهنبدا ضربه البدايه في مباريات دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، وهنبدا رحله طبعا الدفاع عن اللقب، وهقول اللقب الغالي جدا يوم السبت باذن الله امام ميدياما الغاني. اتكلمنا عن نادي ميدياما وقلنا التاريخ بتاعه واتكلمنا عن بعض المعلومات، لان تاني من نادي ميدياما مش من الانديه اللي عندها صيت كبير او عندها او ناس يمكن هنا في مصر عندهم معلومات كتير عندهم، بدليل او خلينا بطبيعه الحال ان هم ما هوش من الفرق اللي مقدمه كتير يعني، فمش من الفرق المعروفه، مش هقول مغموره، لكن كان مهم نطلع حضراتكم عن بعض المعلومات. يعني خلينا نتكلم كمان عن اهميه المباراه واهميه الفرق أو الفريق كمان المنافس اللي أكيد عنده هنا مهما كان الرانكينج بتاعه، مهما كان من الفرق اللي مش معروفة، لكن أكيد عنده طموحات كبيرة جدا كمان في أول ظهور ليه في دوري المجموعات. وبتكلم كمان آخر مباراة كان لعبها النادي الأهلي كانت في بطولة الدوري أمام الجونة لو احنا هنتكلم تحديدا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف يعني لكل فريق قبل الدخول بقى في فترة التوقف الدولي. يمكن دي النتيجة شوية برضو اللي البعض قال لك مش الأفضل يعني وقتها، طبعا أنا وأنت اتكلمنا
قلنا هو ليه التعادل مع الجونه؟ طب احنا كان ممكن نحرز اكثر من هدف، احنا كانت ايه مشكلتنا؟ احنا فنيا اقوى، احنا بلغه الارقام في حته تانية. لكن بيحصل حاجات زي كده، ويمكن ليها اسبابها برضو منطقية شوية. لكن على كل حال جماهير النادي الأهلي ملهاش علاقة بقى بكل الحاجات اللي بتبقى فاهم خلفيات المباراة. احنا لينا دعوة بالمباراة، لينا دعوة بالأداء، لينا دعوة بالنتيجة في الأول وفي الآخر. مارسيل كولر اشتغل الفترة اللي فاتت وأكد لحضراتكم على أهمية عدم التفريط، واتكلم مع اللعيبة أكتر من مرة وعرضنا ده، عدم التفريط في أي نقاط، وده مهم جدا خصوصا أنت بتتكلم عندك ضغط مباريات كبير جدا في المرحلة القادمة، سواء في الدوري أو دوري الأبطال قبل كمان ما نبدأ مشوارنا في كأس العالم للأندية. ودلوقتي طبعا في توقف، هنرجع شهر 6، لكن برضو بطولة مهمة جدا. جينا قلنا قبل كده يعني بإذن الله يبقى مش بس أن أنت بتشارك يا كريم، لأ أنت بتشارك وبتحقق رانكينج تاني وبتحقق أداء تاني. فبالتوفيق للي جاي، لكن هي فترة صعبة جدا أكيد. وفترة مضغوطة جدا طبعا على النادي الأهلي. احنا طبعا متعشمين خير قوي فيما يتعلق بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في هذه النسخة. عايز احيي محمد دكروري زميلنا العزيز على اللقطات الحصرية اللي عرضها من شوية، اللي واحد من تدريبات ميدياما الغاني. وطبعا زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم، فعلا هو اكيد بطبيعة الحال ما سمعناش الاسم ده قبل كده كتير، او البعض مننا يمكن ما يكونش سمع الاسم ده قبل كده من الأساس ولا حتى مرة واحدة. لكن طالما هو بينافس ووصل للمرحلة دي، فاحنا برضو هنتعامل على اعتبار ان احنا امام منافس قوي. دي نقطة. النقطة التانية بقى، وده درس المفروض يكون مستفاد، المفروض تكون دي حاجة احنا لقطناها كده، لان احنا تعرضنا لها قبل كده اكتر من مرة عبر السنوات حتى القليلة الماضية، ان احنا في اوقات معينة في بطولات معينة كنا بنلاعب فرق برضه نفس الحكايه، مش عارفين لها اول من اخر، ومش فاهمين لهم ابعاد، ومش عارفين لهم تاريخ يذكر، وحتى الاسم مش مطروق قوي. لكن بنتفاجئ على ارض الملعب ان انت بتلاعب منافس وخصم قوي جدا وند شرس جدا جدا، بطبيعه الحال عايز يعرض نفسه، ده بيشارك يعني في ماتش قدام الاهلي في بطوله كبيره بالشكل ده. فلازم نتعامل مع ميدياما زي ما بنتعامل مع اي فريق قوي هنضطر ناخد معاه لقاء من اللقاءات في هذه البطوله، وان شاء الله ربنا يكرم وربنا يوفقنا ان شاء الله. تعالوا بقى نتكلم شويه عن اهميه الدعم في الفتره دي لكل لعيبه الفريق، لان احنا داخلين على مرحله تعالوا نسميها مفترق طرق. عندنا اكتر من بطوله مطلوب جدا جدا اننا نركز فيها، مش عايزين نشتت نفسنا بقى بالكلام عن اي متغيرات، لان وارد قوي ان يكون في كلام عن متغيرات خصوصا واحنا مقبلين على مرحله الميركاتو الشتوي. من الطبيعي ان في ناس ممكن تمشي، من العادي ان في ناس ممكن تخرج اعارات، او يكون في تعاقدات جديده مع لعيبه معينه. كل ده ان تم فهو بيتم بالتنسيق ما بين اداره النادي والجهاز الفني. لكن فكره بقى ان كل واحد فينا وعلى السوشيال ميديا يقعد يجتهد بشكل متواصل، او يضغط على اداره النادي او على الجهاز الفني عبر السوشيال ميديا بان في كلام عن ضم فلان او ضم علان، او هيستغنوا عن فلان او يستغنوا عن علان. فيعني مش عارف، هنرجع تاني نقول نفس اللي بنقوله بقالنا فتره طويله، لو في حاجه يعني جديده في هذا الاطار كالعاده خدوا الكلام من النادي الاهلي ومن قناه النادي الاهلي بشكل عام، ولا سيما 10 الصبح في الاهلي بطبيعه الحال. فحبينا بس ناكد على التفصيل. انا بضحك لانك فكرتني تحديدا بامبارح، كنت بتفرج على برنامج، فاحد الزملاء يعني كان بيتكلم عن ايه بقى، وبثقه اهم حاجه لما تيجي تتكلم عشان تقنع اللي قدامك، تعاقد جديد، الثقه. لا يا ريت. قال لك 6 اسماء مؤكده رحلهم عن النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي. شوف العنوان. وخد الحسم مني برضو كالعاده. يعني حاجه بجد، يعني انا احترم جدا واتفهم جدا ان انت كاعلامي وانت كمثلا لاعب سابق وبتحلل في البرامج، ان انت حابب الناس تسمع لك وتقول ايه ده بجد، هو طرح الموضوع ده فلان كان عنده حق، مصادره قويه، الكلام ده كله مشروع على فكره. كلنا بيبقى عايزين، كلنا بنبقى عايزين يبقى عندنا مصادر وغيره. لكن القصه كلها لما اجي اتكلم يعني على الاقل اقول حاجه شويه نصدقها. 6 اسماء مرشحه ومؤكده رحلها في الميركاتو الشتوي عن النادي الاهلي. ياه، معقوله 6 مره واحده النادي الاهلي؟ يعني عمر ما النادي الاهلي غير 6 لعيبه في مره واحده، يعني ما حصلتش على مدار التاريخ. فهي هتحصل 2024 يمكن، يعني حضرتك قادره، احنا مش عارفين. على كل حال خلينا نتعرف على تاريخ مواجهات الاهلي والفرق الغنيه. هم 16 مباراه لعبهم النادي الاهلي قبل كده، خليني اقول بالظبط كسب في ايه وخسر في ايه. كسب في 6 مباريات وخسر في 5 وتعادل ايضا
في 5. فتقدر تقول لو انت عملت ايفالويشن او كده استنتاج لتاريخك مع الفرق المختلفه يعني الغنيه، لا يعني الكفه متعادله يا كريم الى حد ما، الى حد ما. فده ما يديش ثقه زايده، ما يديش عدم الثقه برضو في نفسك بشكل كبير، لكن يديك تركيز، يديك روح تنافسيه شديده جدا، ومطلوب منك تحقيق الرقم او خلينا نقول النقاط اللي انت بتسعى ليها، وفي نفس الوقت يبقى فيه فنيات رائعه. انا من المدرسه اللي حتى لو انا فريقي كسب، بس كسب باداء سيء بزعل. يعني في ناس تقول لك ايه المباراه دي تكسب ولا تلعب، انا مع المبدا ده بس مش 100%. انا بحب اكسب، بس بحب اكسب باداء جيد، لكن لو كسبت باداء سيء بحس احنا ما عملناش حاجه. ما هو ده اللي بيخلينا عند يعني في بعض الاحيان لو في حاله خساره لا سمح الله، بس انت لعبتي كويس ما بتبقيش متضايقه. ايوه مظبوط، مية فكره في المية. انك عملتي اللي عليكي وخلاص بتريح اكيد. صحيح. طيب تعالوا بقى نتكلم عن نجمتنا اللي برضو مشرفانا جدا في المحافل الدوليه في الفتره الاخيره، واحنا الحمد لله على اكثر من صعيد وعلى مستوى اكثر من رياضه بقى عندنا اسماء رنانه بتتقال ويشار لها بالبنان على مستوى العالم. نجمتنا ميار شريف لاعبه منتخب التنس هتبتدي مشاركتها في منافسات بطوله فالنسيا المفتوحه النهارده ان شاء الله كاول بطوله هتشارك فيها بعد الخساره في بطوله كولينا للتنس بتشيلي اللي للاسف الشديد ودعتها من الدور الثاني في هذه البطوله. ميار بتحتل المركز ال 59 وفقا للتصنيف العالمي خلال الاسبوع اللي فات، طبعا هي كده تراجعت 10 مراكز عن اخر تصنيف وصلت له لان هي غابت عن البطولات مؤخرا، تقريبا كانت اخر مشاركه ليها في اوائل اكتوبر اللي فات لو انا مش غلطان في بطوله الصين المفتوحه للتنس للسيدات، لكنها ودعت من الدور الاول عقب الخساره امام نظيرتها الروسيه. طبعا النظيره الروسيه دي بالمناسبه برضو مهم ان احنا نقول لحضراتكم ان هي المصنفه رقم 13 على مستوى العالم، طبعا كان الانتصار بمجموعتين مقابل مجموعه 2-1، يعني كل التوفيق لابطالنا بشكل عام واكيد لبطلتنا ميار شريف، وباذن الله تحقق نتائج ايجابيه في هذه البطوله وبالتالي يرجع مره ثانيه تصنيفها العالمي يرتفع من جديد. بص بقى، امبارح كنا بنتكلم في القصه طبعا انت فاكرها، يعني قصه لاعب الكونغ فو والاتحاد وان الابطال اللي هم بيشاركوا للاسف السفاره الامريكيه ما ادتهمش التاشيره غير شهر واحد والبطوله قائمه حاليا، فكان اعتقد تصرف حكيم جدا من الاتحاد ان هو ابتدى يدور على المغتربين من ابطالنا هناك، وفي نفس الوقت قال لهم لو حابين اللي هم بيحملوا الجنسيتين المصريه والامريكيه وهم اختاروا يمثلوا منتخب بلدهم بعد ما تواصل معهم الاتحاد بسبب زي ما كنت بقول لحضراتكم تاخير التاشيره على اللعيبه الموجوده يعني في مصر واللي كانت بطبيعه الحال المفروض تشارك. لكن الحقيقه كنا بنقول برده حاجه امبارح، احنا قلنا لو حتى ابطالنا دول اللي هم مغتربين ولعبوا باسم مصر ما حصلوش على اي ميداليه مش هنزعل، كفايه الموقف المحترم أكيد. الوطني اللي هم عملوه، لكن النتائج كمان اللي اتحققت لحد دلوقتي مشرفه جدا. يعني تخيلوا حضراتكم كمان مش كانوا بيشاركوا خلاص، لا بعثه المنتخب المصري يعني حاصلين دلوقتي منافسات بطوله العالم الكبار، كانت ميداليتين خلال البطوله المقامه حاليا في الولايات المتحده زي ما احنا بنتابع، وتحديدا روبي حسام لاعبه المنتخب المصري حصلت على الميداليه البرونزيه ونفس الامر لاحمد سمير برضه حصل على الميداليه البرونزيه، فموفقين باذن الله للي جاي، منتظرين المزيد. حركه محترمه جدا منهم يعني، وفي نفس الوقت فكره كمان ان هم يحصلوا على ميداليات، احنا كنا بنقول يعني المشاركه في حد ذاتها كفايه، لكن حصولهم على ميداليات اعتقد برضه امر جيد جدا يا كريم. في المقابل بقى الحركه اللي غريبه قوي من السفاره، يعني البطوله دلوقتي هم رايحين عشان ياخدوا التاشيره اكيد بموجب مكاتبات بين الاتحاد الدولي للرياضه الجهه المنظمه للبطوله، بيبعتوا للسفاره الامريكيه في القاهره، يعني فاهم قصدي؟ غريبه قوي. في شقين لان احنا ما نعرفش تفاصيل، هل الخطا جه من الاتحاد في تقديم الاوراق متاخر ولا الخطا جه من السفاره ان هي اللي ما ادتش التاشيره بدري؟ حتى لو هنا او هنا في خطا يعني يبقى يرفضوا ان هم يدوهم التاشيره لان هم قدموا الاوراق المطلوبه متاخر، لكن هم عارفين وقالوا لهم ان البطوله اليومين دول فيدوهم التاشيره في يناير، دي اللي يعني ما فهمتهاش الحقيقه، بس يعني وارد الواحد كل يوم والتاني بيسمع حاجات عجيبه بتحصل.
بالنسبه لدرجات الحراره، اما بقى بالنسبه لتفاصيل الحاله الجويه في الايام القليله القادمه فهنعرف ده من دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار واهلا بيكي معانا. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكي فندم. اهلا بيكي. درجات الحراره بتلعبنا يا فندم، يعني حضرتك كنت قلت لنا اليومين اللي فاتوا ان هيبقى فيه انخفاض ابتداء من اللي يعني من امبارح حتى، لكن ده ما منعش ان برضه ساعات بنلاقي ان يعني درجات الحراره رجعت ترتفع من جديد، الشمس تغيب وتحضر تاني بقوه، فايه الوضع بقى الايام اللي جايه واحنا يعني مقبلين على ويك اند كمان؟ هو احنا طبعا بعد التقلبات الجويه اللي شفناها يوم الاحد والاثنين اللي فاتوا ويمكن كمان العظمى على القاهره الكبرى يوم الاحد اليوم الاثنين الماضي سجلت 21 درجه مئويه، فدرجات الحراره بتنخفض طبقا للتوزيعات الضغطيه طبعا وطبقا لوجود السحب، يعني السحب لما بتعجب جزء من اشعه الشمس بتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره، لكن من امس بدات الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، بدا ياثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فده يعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، كمان الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا الكتل الهوائيه القادمه من المناطق الصحراويه، فده هيخلي خلال فترات النهار درجات الحراره ترتفع ارتفاعات طفيفه جدا مش هنحس بيها بالشكل الكبير، لان احنا لما نيجي لفترات الليل هنلاقي انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، فمش هنحس بارتفاع درجات الحراره اللي بيحصل فتره النهار. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون خلال الأيام المقبلة ما بين 25 ل 26 درجة مئوية، هو يوم السبت المقبل بس اللي ممكن نحس فيه بارتفاع قيم درجات الحرارة توصل ل 28 درجة مئوية، ده هيكون ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة، لكن بصفة عامة خلال الأيام المقبلة الأجواء فترة النهار هتكون أجواء خريفية معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، لما نيجي لفترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتوصل ل 16 درجة مئوية، بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد بتوصل ل 12 درجة مئوية خلال فترات الليل، أغلب المحافظات بيحصل فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة فترة الليل، أجواء باردة خلال فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية. الظاهرة الجوية اللي موجودة معانا خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية، وكمان كثافة الشبورة المائية مش كبيرة بالشكل الكبير، فهي شبورة مائية ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مش هيكون منها أي تأثير على حركة المرور، فبالتالي احنا عندنا استقرار في الأحوال الجوية، مفيش أي تقلبات جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية، لكن لو هنخرج فترة الصباح الباكر أو هنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر يفضل طبعا اصطحاب جاكيت خفيف او نرتدي الملابس الشتويه، لان احنا هنحس بمزيد من البروده خلال الليالي اللي جايه، لان كمان الكتل الهوائيه جافه، جفاف الكتل الهوائيه يعني ما فيهاش نسب رطوبه يخلينا نحس بمزيد من انخفاض في قيم درجات الحراره. جميل جميل. عندك اي اسئله استفسارات؟ انت طمنتي اللي جونا هيبتدي الفتره اللي جايه. طيب احنا بنشكرك يا دكتوره منار، شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوافيه الحقيقه لحاله الطقس المتوقعه الايام القليله القادمه. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عدنا لحضراتكم مرة تانية، خلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي طبعا والفرق المختلفة زي ما احنا متعودين، مراسلتنا العزيزة جدا هنا أبو القاسم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا صباح الهنا عليكي، سامعينك كالعادة طبعا ومنتظرين منك آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي أو الفرق طبعا المختلفة والأجواء طبعا برضو داخل النادي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما قلت يا نهاوند هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، فرقه الرياضيه المختلفه وكمان الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم، النهارده الفريق هيكون عنده راحه سلبيه من التدريبات على ان هيعود مره اخرى للتدريبات غدا ان شاء الله عشان بقى يواصل الاستعدادات للمباراه القادمه ومباراه ميدياما الغالي في منافسات دوري ابطال افريقيا، يعني طبعا بنتمنى لرجال كره القدم كل التوفيق. خليني اقول لكم انه امبارح الفريق كان طبعا عنده مران، ويمكن مستر مارسيل كولر قبل المران كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين عشان بقى يحدثهم عن كل الامور المتعلقه بالفتره القادمه. خليني اقول لكم انه بعد كده تم تقسيم الفريق لفريقين بالاستعانه كمان ببعض العناصر من الشباب، ولعبوا مباراه وديه عشان ينفذوا بقى بعض الامور الخططيه والفنيه، وده طبعا طبعا
ضمن الاستعدادات للمباراه القادمه. كمان خلوني اقول لكم انه على هامش المران خاض اللاعب طاهر محمد طاهر واللاعب رضا سليم جزء من برنامجهم التاهيلي عشان بقى يرجعوا مره ثانيه ان شاء الله. وكمان خلوني اقول لكم انه اللاعب علي معلول ويمكن ده بقى خبر صار لكل الاهلاويه هيخضع لاشعه في خلال 24 ساعه عشان نطمئن على حالته. ان شاء الله بقى تكون الاشعه مطمئنه ويرجع يواصل التدريبات وينضم للتدريبات الجماعيه للفريق ويدعم صفوف الفريق. يعني طبعا ده خبر اكيد صار لكل الاهلاويه. بنتمنى بقى للاعب علي معلول يرجع مره اخرى للملاعب ويدعم صفوف الفريق. نروح بقى للالعاب الاخرى. والحقيقه امبارح كان يوم حافل بالمباريات سواء في كره الطايره كره السله او كره اليد. وخلونا في البدايه نبدا بكره الطايره. رجال الماسترز امس قدروا يحققوا فوز على فريق باتروجات بنتيجه 3-0. ده ضمن منافسات الجوله الثانيه من بطوله الدوري. الحقيقه هم عملوا مباراه كبيره جدا يعني بالرغم من اكيد باتروجات خصم قوي وعنيد لكن قدروا يفوزوا في ثلاث اشواط المباراه. الشوط الاول بنتيجه 25-19، الشوط الثاني بنتيجه 25-22، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-16 عشان بقى يقتنصوا 3 نقاط جداد في بطوله الدوري. النهارده ان شاء الله الفريق هيكون عنده راحة من التدريبات وهيستأنف تدريباته مرة أخرى غدا عشان يبدأ الاستعدادات للمباراة القادمة واللي إن شاء الله هتكون أمام فريق الترسانة يوم السبت القادم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني أقول لكم إنه سيدات كرة الطايرة بيوصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة واللي هتكون أمام فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. أيضا فتيات الذهب ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة الدوري، حققوا فوز حتى الآن في جميع مباريات. وخلوني بقى راجع مع حضراتكم نتائج طبعا مباريات فتيات الذهب. قدروا يحققوا فوز على فريق الواي بنتيجه 3-0، فريق الشمس بنتيجه 3-1، فريق دلفي بنتيجه 3-0، فريق وادي دجله بنتيجه 3-0، وفريق اصحاب الجياد بنتيجه 3-0. طبعا بنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله بقى كمان في مباراه الاتحاد السكندري يحققوا فوز بنتيجه 3-0. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبه كره اليد والبدايه مع رجال كره اليد اللي ايضا بيحققوا فوز على فريق طلائع الجيش. قدروا يفوزوا عليهم بنتيجه 28-25، انهوا الشوط الاول بنتيجه 16-10 والشوط الثاني والمباراه زي ما قلت بنتيجه 28-25. ده ضمن منافسات بطوله الدوري المصري عشان بقى يعززوا صدارتهم لجدول الترتيب. الحقيقه هم محققين حتى الان سلسله كبيره جدا من الانتصارات، فازوا في جميع المباريات. كمان بقى خليني اقول لكم انه المميز في مباراه امبارح هو عوده اللاعب عبد الرحمن حميد طبعا حارس مرمى النادي الاهلي بعد عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي. يعني طبعا بنقول له حمد لله على السلامة. طبعا كلنا عارفين قد إيه حميد أكيد حارس متألق وإن شاء الله بقى يرجع لمستواه. قبل أكيد الإصابة كان الحقيقة مقدم مباريات قوية جدا، عندنا ثقة كبيرة بقى أنه هيرجع تاني بسرعة لأجواء المباريات. طبعا بنقول له حمد لله على السلامة. نروح بقى لناشئات كرة اليد مواليد 2004 واللي كمان بيحققوا فوز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 31-24، وده ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية. الحقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا وقدروا في الآخر يحققوا الفوز لصالحهم برغم من أن المباراة كان فيها بعض من الندية، لكن في النهاية طبعا روح النادي الأهلي قدرت تفوز بالمباراة. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره السله ورجال كره السله. طبعا امبارح كانوا تعرضوا لهزيمه من الاتحاد السكندري لكن لسه طبعا الفرصه موجوده والامل موجود، عندنا ثقه كبيره جدا اكيد في رجال كره السله. مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم الخميس، المرتبط هيكون الساعه 3 والكبار هيكونوا الساعه 8. خلوني اقول لكم انه اكيد في فرصه كبيره لان فريق المرتبط كان فاز في مباراته بنتيجه 79-56، فطبعا عندنا ثقه كبيره جدا في رجال كره السله ان شاء الله هيكونوا على قدر من المسؤولية. وأكيد رجال النادي الأهلي هم رجال المهام الصعبة وإن شاء الله بقى يقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. كمان خلوني أقول لكم أنه كان في اجتماع مع اللاعبين عقب انتهاء المباراة عشان أكيد يحفزوهم ويدعموهم للمباراة القادمة، لأن زي ما قلت لسه في فرصة كبيرة جدا لرجال النادي الأهلي إن شاء الله بقى يقدروا يتخطوا عقبة الاتحاد السكندري ويتأهلوا لفاينل بطولة الدوري المرتبط. كمان بقى أخيرا خليني أقول لكم أنه شباب كرة السلة 16 سنة قدروا
يحققوا فوز امس على فريق الطيران بنتيجه 66-37. ده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. طبعا بنبارك لهم اكيد وبنتمنى لهم كل التوفيق. يعني ده على صعيد اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى خلوني انقل لكم الاجواء. الاعضاء متواجدين في النادي بالفعل. درجه الحراره دلوقتي 22، والحقيقه انه في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي. يعني كل الاعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهارده في اجواء مميزه جدا. يعني انا هواندو يا كريم، دي كانت ابرز اخبارنا النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. يعني انت عملتي تغطيه كافيه فعلا. شكرا ليكي جدا زميلتنا المتالقه هنا ابو الاسن، شكرا ليكي. تعالوا بقى نروح لخبر جديد. انطلق المؤتمر الدولي لمكافحه الفساد الرياضي في نسخته الثانيه، وده المؤتمر اللي نظمته اتحاديه الكونفدراليات الرياضيه الافريقيه في مصر. المؤتمر شهد الحديث عن آليات مكافحة الفساد الرياضي على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة طبعا لحفل جائزة الرياضة الإفريقية اللي هيتم من خلاله إن شاء الله تكريم 11 رياضي وفريق من إفريقيا بناء على إنجازاتهم الرياضية، وكمان ودي نقطة في منتهى الأهمية بناء على مساهمتهم في المجتمع الإفريقي. طبعا من ضمن المرشحين بقوة لنيل هذه الجائزة النادي الأهلي اللي أكيد بنتمنى له التوفيق. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل ونتابع سوا التقرير ده، تابعوا معنا. قيادة مصر في العمل الرياضي الأفريقي على مستوى كافة النتائج. مصر الحمد لله بنشترك في الأفريكان جيمز، بتكون يعني هي في المقدمة على المستوى الكبار أو المستوى الأفريكان جيمز للشباب. الحقيقة أنا بتشرف بأن اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية هي المسؤولة عن إدارة الرياضة الأفريقية من الناحية الفنية، وسعيد جدا جدا ايضا بان نادي عريق زي النادي الاهلي فاز باحسن نادي في افريقيا. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره ومبروك لبيبو ومجلس ادارته، وبحب اهنيكم واحب اقول لكم ان الجائزه دي مش كره قدم بس، الجائزه دي كره قدم وكره سله وكره يد، والحقيقه العديد من الانتصارات اللي كسبتها الحقيقه اقدام وايادي أبطال النادي الأهلي. والحقيقة أنا سعيد جدا بأن ده تم، لأن دي تاني مرة بتتم هذه الجائزة مع الأوكسا، واللي ده المصطلح الإنجليزي الفرنساوي بتاعنا اللي هي اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية. مصر بتستضيف اجتماع الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة الإفريقية الأوكسا اللي برأسه صديقنا العزيز اللواء أحمد ناصر، ومؤتمر الصحفي للوزير واللواء احمد ناصر كان بيتكلم عن اهميه هذه الاجتماعات واهميه استضافه مصر لهذه المناسبات الدوليه، وازاي الوزير اتكلم عن انه مساله ان احنا بنستضيف بطولات كتيره وبنرحب بالرياضيين من مختلف دول العالم، وكم استضافه مصر من اكثر من بطوله في اوقات كانت حرجه. اتكلم عن السنوات اللي كانت فيها مصر استضافت بطولة كاس العالم كرة اليد وقت الدنيا كلها ما كانت مقفولة بسبب كوفيد-19. الأسماء المرشحة للفوز بجائزة تحدي التحديات الأفريقية عن هذا العام، ومن ضمنها طبعا النادي الأهلي اللي حقق عديد الألقاب القارية والمحلية في مختلف الألعاب، سواء في كرة القدم طبعا اللي هي بتحظى بالاهتمام الأكبر، الباسكت بول بطل أفريقيا، الهاند بول، أكتر من لعبة، التنس الطاولة على مستوى منتخبات، أفضل تمثيل الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي في المنتخبات بشكل عام. كل ده منح النادي الأهلي ترشح بقوة للفوز بجائزة أفضل نادي أفريقي. عجبني جدا الشق الخاص بمكافحة الفساد الرياضي، ملف في غاية الأهمية، وأعتقد يمكن لو كلمنا بشفافية شوية هتلاقي أن سبب تراجعنا في بعض النقاط يا كريم وفي بعض الأمور هو شبهة، أو هقول مش فساد قوي على قد ما هقول مشاكل إدارية بنواجهها بشكل كبير جدا من بعض العناصر المسؤولة عن هذا الملف تحديدا في مصر. لو هتكلم موجود ده موجود، ما نقدرش احنا يعني نخفله أو ان احنا نجمل الحقيقة أو نزيفها للأسف.
للأسف الشديد موجود. إحنا لازم نتكلم بده أو لازم نتكلم بمنطق شوية، وفي نفس الوقت فكرة إن الدولة تبتدي إن هي تتكلم وتحارب وتشير. ويمكن إحنا اتكلمنا أكتر من مرة في الملف ده، ويكون لينا الحظ هرجع أقول تاني لما رحنا في جلسة الاستماع ومجلس النواب واتكلمنا وسمعنا وشفنا قد إيه في ناس كتيرة وفئة كبيرة جدا من القائمين على كرة القدم المصرية، وبداية من وزارة الشباب والرياضة، عايزين يقضوا على هذه المشاكل، خلينا نقول مش هقول برضو فساد. فأعتقد خطوات جيدة جدا، أتمنى أن هي تحقق على الأرض، وأتمنى يكون في محاسبة حقيقية، لأن هنرجع نقول تاني واحدة من أهم الأسباب في عدم تطوير ملف الكرة في مصر هي وجود بعض الأشخاص اللي لها يمكن مصالح في عرقلة هذا التطور. تتفقوا بحضراتكم أو تختلفوا معايا، بس أنا أعتقد اللي هيتفق معايا هتكون فئة يعني أكبر بكتير. نتمنى كل التوفيق، والملف في غاية الأهمية، لكن عجبني جدا إن إحنا ابتدينا نتكلم بشكل يعني فيه أكثر إيجابية، فكرة مكافحة الفساد الرياضي تحديدا. على كل حال هنتابع طبعا، لكن خلينا نروح دلوقتي نتعرف على أكتر 7 أندية يعني سجل فيهم كريستيانو ورونالدو في شباكها. خلينا نتابع الفيديو جراف ده ونرجع نكمل. يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره هنتكلم عن اهميه عمليه التنفس وازاي بتنفس اثناء التمرين. تعالوا الاول نتكلم عن اهميه عمليه التنفس. عمليه التنفس بتفيدني في زياده البرفورمانس والاداء اثناء التمرين، زياده انتاج الطاقه والاكسجين اللي وصل للعضلات، زياده وسعه اللونج كاباسيتي بتاعه الرئه، وده بيتحسن على المدى البعيد بحيث ان الرئه بتشتغل عندي بشكل افضل. الحاجه الخامسه كمان ان انا عندي عمليه حرق الدهون. عمليه حرق الدهون عندي بتتم عن طريق الاكسجين مش عن طريق العرق زي ما ناس كتير فاكره. طيب هيحصل ايه لو ما تنفستش كويس اثناء التمرين؟ اول حاجه عندي صداع ودوخه، ممكن ضغطي يعلى نسبه كبيره، ممكن لا قدر الله يحصل لي افتاء وهيبقى ضعف عام في التمرين، وحجم الاكسجين اللي وصل للعضلات هيبقى ضعيف، فبالتالي ده هيخليني ما اقدرش اكمل التمرين بنفس الطاقه او البار بتاعي. هنبدا دلوقتي نتكلم عن ازاي باخد النفس وازاي بخرجه اثناء التمرين. اول حاجه انا ببدا اخد النفس من الانف وبخرجه عن طريق الفم. طيب امتى باخد النفس وامتى بخرجه؟ ببدا اخد النفس وانا في الحركه السلبيه اللي الوزن بيبقى بعيد عني، او انا الوزن مرتاح بالنسبه لي. ببدا اطلع النفس عن طريق ان انا بزق الوزن سواء كان بوش او بول، اللي هي الحركه الصعبه. طيب تعالوا دلوقتي نبدا ننفذ مجموعه تمارين ونشوف من خلالها ازاي ببدا اخد النفس وامتى واخرجه. اول حاجه هنبدا شولدر بريس، بعد كده هاخد لاترال ريزز، بعد كده عندي بنت اوفر رول للظهر. احنا كده عملنا 2 بوش وده هيبقى بول. اهو الوزن كده انا بشده عليا، ببدا اخرج النفس وانا نازل، ببدأ اخد نفسي انا وطالع بخرج النفس زي ما اتفقنا. بعد كده عندنا تمرين البايسبس، بعد كده عندنا الترايسبس كمان، you
أو باخد النفس وأنا نازل وبخرجه أثناء الحركة الإيجابية أو الحركة الصعبة بالنسبة لي. بعد كده هعمل ديد ليفت، هنزل كده هو وأبدأ أخد نفس وكده نكون عملنا أكتر من تمرين سواء بوش أو بول أو ليج، وعرفنا إمتى باخد النفس وإمتى بطلعه، باخده إزاي من الأنف، بخرجه إزاي من الفم. وبكده نكون انتهت فقرتنا. كان معكم كابتن مصطفى النوبي من جيم نادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل بكل حضراتكم مرة تانية. إحنا في الفقرة الحوارية دي منورنا مش مجرد لاعب مميز في المصارعة الرومانية، إحنا معنا بطل عالم في المصارعة الرومانية. أكيد هنتكلم معاه عن مشاركاته العالمية والتواجد دائما على منصات التدويك. بنرحب بضيفنا محمد جبر، بطل العالم في المصارعة الرومانية. يا صباح الفل عليك. أهلا وسهلا بك يا حضرتك. أهلا بيك يا محمد، منورنا. وخلينا قبل ما نخش في تفاصيل نعرف أو نعرف السادة برضو المشاهدين عن محمد أكتر، وإمتى بديت أصلا رياضة المصارعة تحديدا، وفي نفس الوقت عايزة أروح معاك للمصارعة الرومانية، يعني تاريخ هذه اللعبة ودخلت مصر إمتى. أنا عارفة إن هي لعبة أولمبية ممكن بداية التسعينيات خالص. أيوة. فخلينا نعرف منك أكتر. انا طبعا والدي بطل افريقيا وبطل بحر ابيض وبطل كبير في المصارعه، فانا طبيعي تبقى فانا لقيت نفسي في المجال لوحدي طبعا. مش انا لوحدي طبعا، انا يعني ليه... ما مارستش اي رياضه ثانيه قبل المصارعه الرومانيه؟ لا انا طبعا لي اخ برضو بطل افريقيا ومعايا في المنتخب، بس هو بيلعب مصارعه حره وانا مصارعه رومانيه يعني. فاحنا بادئين المشوار من بدري، وهدفنا وهدف العيله بحالها يعني الميداليه الاولمبيه ان شاء الله. ازاي ابوك فلت من المصارعه الرومانيه وراح في حته تانية؟ ما هو انا والدي بيلعب حره ورماني. والدي حارز ميداليه ذهبيه في دوره بحر ابيض متوسط سنه 93 روماني، وتاني حره يعني جايب ميداليتين اتنين في دوره البحر. فيعني العمليه في بيت لعبتنا الحمد لله يعني. ف المصارعه الرومانيه طبعا تختلف حاجات بسيطه كده عن المصارعه الحره. احنا ماشيين في طريقنا كويس، فربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. حلو جدا. طيب احنا تعرفنا على البدايه بتاعتك، بدايه بقى حصدك للبطولات والمشاركات الدوليه، خلينا نعرف منك كان سنك كام واول بطوله شاركت فيها حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا انا شاركت مثلا من 2018 كده بطولات عرب وبطولات ابراهيم مصطفى، ولعبت بطولة افريقيا. انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 27 سنه. 27 كويس. طبعا المشوار بدا واحده واحده، مشوار مش سهل طبعا. اكيد. حصل لي خسارات كتير في الاول، اصابات منعتني فتره طويله عن اللعب وارجع تاني. ومشاكل كتير، بس الحمد لله يعني ربنا بيكرمني وبكمل يعني. واهم حاجه بصص لها يعني ان انا ابقى بطل اولمبي. يا ريت والله ان شاء الله. ايوه هدفي وهدف العيله كلها ان احنا نبقى بطل اولمبي. انا عندي ان شاء الله التاهيل في شهر 3 الجاي ان شاء الله، ربنا يكرمني واتاهل للاولمبي. البطوله هتشارك فيها يعني بطوله افريقيا هتبقى موجوده هنا في اسكندريه. هتبقى في شهر 3 ان شاء الله، فربنا يكرمني يعني. انا طبعا بطوله افريقيا اللي فاتت انا حارز الميداليه الذهبيه فيها في شهر 5 اللي فات ما شاء الله. طبعا يعتبر قريبه منها بتاعه التاهيل، فانا لو ربنا كرمني وجبت نفس الميداليه الذهب ان شاء الله هكون في الاولمبياد ان شاء الله. انت بتتكلم عنها دي اخر مشاركاتك في بطولات او منافسات دوليه ولا كان في لا 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 في كان في بطوله دوره الالعاب القتاليه من شهر كان في حاجه. ايوه دوره الالعاب القتاليه من شهر طبعا حرصت فيها من ضد الميداليه الذهب في تونس والحمد لله يعني. هايل ما شاء الله عليك. طب يومك عامل ازاي بقى؟ يعني عشان تبقى واصل للمستوى ده من الاحتراف في رياضه مش سهله بالشكل ده. يعني يومك عموما عامل ازاي من اول ما بتصحى؟ طبعا انا يومي يختلف عن الناس كلها. أكيد. يعني بصحى بدري، لازم اصحى بدري عشان افطر بدري قبل التمرين عشان ما ينفعش ابقى واكل قبل التمرين. بتمرن تمرينتين اتنين في اليوم على حسب برضو الجدول اللي المدرب بيعمله. بنام بدري عشان خاطر اكيد تصحى بدري. عشان بصحى بدري وعشان خاطر النوم بدري بيخليك بتبقى مركز زياده في التمرين اكتر، وبتبقى بتبقى يعني عصبيا أحسن. وذهنيا احسن يعني والكلام ده. ف
فحال الرياضي ايه؟ اكل ونوم وتمرين، اكل ونوم وتمرين، فهي كده على طول. في تضحيات دايما الابطال الرياضيين تحديدا لازم يعني تبقى موجوده في حياتهم. للاسف يعني هتلاقي انت حياتك الاجتماعيه هتلاقي شويه. انت طبعا اتخرجت الاول من كليه ايه؟ لا انا مش كليه، انا دبلوم صنايع. وهل بتشتغل حاجه بجانب التدريبات ولا مكرس حياتك للتمرين؟ لا انا باصص عشان هدفي. برافو على فكره، ده احسن بكتير بالمناسبه، لخليك يعني مركز اكتر، فوكس اكتر على هدفك. طيب خلينا بقى نسالك، لان اكيد انت طالما كل حياتك الرياضه، اكيد بعد مشوار الرياضه كلاعب عندك حلم ان انت بقى تخش في التدريب، سواء هنا مع الاتحاد او غيره. ده فعلا طموح عندك حسب ما انا يعني سمعت؟ بالنسبه للتضحيات طبعا انت حضرتك شايفه، انا على طول مثلا طول السنه في معسكر بعيد عن بيتي. بيحصل لي اصابات، يعني انا كان جالي قطع في الرباط الصليبي قبل كده، وعملت عمليه واهلت ورجعت مسكت ميزاني تاني، ودلوقتي بقيت رقم واحد في افريقيا الحمد لله. ففي تضحيات كتير فعلا، انا واي رياضي بيمر بالتضحيات دي. بس كل ما انت بتمسك الميداليه الذهب كده في ايدك وبترفع علم مصر في المحافل الدوليه وتسمع النشيد الوطني في المحافل الدوليه وتكون انت السبب فيه، كل ده بتنساه. طب كل ده ما انت خلاص اللحظه دي بتسوي الدنيا وما فيها. اكيد. فحلمي بقى ان ربنا يكرمني في ميداليه اولمبيه ان شاء الله. بس ده عشان يحصل يا محمد لازم نتكلم شويه عن المشوار. يعني مبدئيا انت بتتكلم ان كان عندك اصابه، هل الاصابه دي جت بسبب خطا منك انت ولا حاجه مالكش يد فيها، ولا كان مشكله ان المسؤول عنك المدرب او الجهاز الفني والاداري؟ طبعا انت عندك جهاز ولا مفيش اصلا جهاز؟ الموضوع ماشي لا 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 يكون كده. لا 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 في جهاز طبعا. وطبعا موضوع الاصابه ده دي حاجه بتبقى بتاعت ربنا. يعني ممكن واحد هو ماشي كده، هو ايه انا اتصبت في التمرين وكان في وسط التمرين حصل له الاصابه، بس الاصابه دي بتاعت ربنا ايا كان. مش يعني تقصير يعني، او ان انت كنت بتتمرن لوحدك او حاجه زي لا لا لا، كنت في تمرين المنتخب عادي في وسط زمايلي وبتاع، وقام حصل غلطه في الحركه كده ورده، حصل لي الاصابه دي يعني. كنت ساعتها كان في بطوله في اسبانيا وكنا خلاص طالعين لها، قبلها باسبوع كان حصل لي الاصابه دي وما اتمنعتنا عن المشاركه. والاتحاد هو اللي بيطلعكم، والمعسكرات والبطولات اللي بتشاركوا فيها هو بيتحملها. أيوة نسبه كامله. انا طبعا عايز اشكر الدكتور اشرف صبحي، في الفتره الاخيره دي واقف جنبنا جدا وبيعمل معانا اجتماعات وبيشوف مشاكلنا. احنا اتطورنا كتير، احنا خرجنا معسكرات خارجيه الفتره اللي فاتت، رحنا المجر، رحنا رومانيا. طبعا مستوانا بيزيد، انت بتلعب ناس ابطال عالم في المعسكرات دي، انت خلاص انت بتحسهم في المعسكر، مش شرط انت بتلعبه في البطوله مثلا غلطت منه غلطه ممكن تخسر الماتش يضيعك البطوله. لكن لما انت بتتمرن معاه في المعسكر غلطت غلطه خلاص انت عرفت ان الغلطه بتاعتك دي فين بتصلحها، بتعرف عيوبك، الكلام ده بيفرق معانا كتير طبعا. الحمد لله يعني. طب انت يعني كنت بتقول ان دايما بتتكلم مع دكتور اشرف صبحي وبيسمع منكم مشاكلكم. بالمناسبه من باب العلم بالشيء، ايه هي مشاكلكم وايه اللي منها تحل في الفتره الاخيره؟ طبعا ما كانش في مرتبات للاعيبه مجزيه، هو حللنا المشكله ديت. طبعا موضوع المعسكرات الخارجيه برضه حللنا الموضوع ده، وبقى في معسكرات خارجيه وبقينا نشارك. هو اللاعب محتاج ايه يعني؟ دول نقطتين في منتهى الاهميه الحقيقه. يعني هم مهمين بس ده اللي انا كنت بسالك فيهم اصلا. ايوه وفي حاجه مهمه برضه انت سالتني فيها، انت قلت لي ايه بعد المصارعه؟ انا بقى مش عارف انا هروح فين بعد المصارعه. وده سؤال ما عنديش اجابه. هو ده السؤال. بس كمل زي ما كريم فعلا بيقول، في الاداره في التدريب يعني اكيد خبرتك دي نفس العالم نفس الدنيا. ماشي بس برضو ما يعني انت ما بتكون انت بمثلت مصر مثلا بقالك 10 15 سنه وبتجيب لها بطولات وبتاع، مثلا انت بتبقى محتاج مثلا البلد تديك وظيفه حاجه تبقى انت مامن بقى مستقبلك. لما يكون بطل واصل للمرحله دي اللي انت وصلت لها واللي لسه هتوصل لابعد منها كمان ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله وبين قوسين كده، ويا سلام لو في ميداليه اولمبيه كمان هتحلي الدنيا اكتر واكتر. يا رب. دي بتبقى خبرات مطلوبه وناس يعني بنت الرياضه دي، بنت اللعبه دي، ومش مجرد بتنتمي لنوع معين من الرياضه، ده انت بطل عالم فيها، فلازم تكون اكتسبت من الخبرات ما يكفي ان هم يستفيدوا من وجودك باي شكل من الاشكال بقى، اداريا كجهاز فني، لازم ده يكون. ايوه موجود. ايوه فده على فكره كل رياضي وكل بطل بيفكر فيه. يعني معظم يعني انا مش مع فكره اللعيبه اللي بتهرب ولا الكلام ده والكلام ده،
احنا دلوقتي الحاله اتحسن جدا، وبقى في مرتبات وبقى في معسكرات وبقى في دنيا. يعني ايام والدك يا محمد ما كانش الوضع كده نقدر نقول. لا ما كان ما كانش في كده الوضع ده، بس كان في تعيينات ساعتها. طب تعالى بقى نسال والدك تحديدا، ومعنا على التليفون كابتن علي جبر طبعا مدرب منتخب مصر السابق للمصارعه الرومانيه. يا كابتن علي صباح الهنا طبعا في البدايه، وسعداء ان حضرتك معانا، وسعداء بمحمد جدا، وكنا لسه بنكلمه عن يعني الدعم اللي لقاه من حضرتك وازاي برضو كنت قدوه لي. لكن يعني خليني قبل ما اخش في تفاصيل طبعا اصبح عليك. صباح الفل يا فندم. اهلا بحضرتك. النادي الاهلي كله بأسمعه، وصباح الكابتن محمود الخطيب، لان ده راجل محترم وراجل كل الناس بتحبه بصراحه. صحيح صحيح. يعني احنا بنصبح على حضرتك، ومعلش بقى هنروح معاك لبعض التفاصيل. بدايه طبعا عايزين نروح للدعم اللي حضرتك كنت بتوجهه لاولادك، لان احنا سمعنا كمان من محمد مش هو البطل الوحيد في البيت يعني، فده رقم واحد. ازاي قدرت حضرتك تخليهم يكملوا المسيره؟ ده دي حاجه. الشق الثاني كنت بسال محمد دلوقتي الفارق ما بين زمان ودلوقتي في هذه الرياضة تحديدا المصارعة، يعني هل الوضع دلوقتي تحسن كابتن علي، ولا الوضع زمان كان أفضل؟ يعني خلينا نسمع من حضرتك ونسمع بالتفصيل شوية. تفضل. هو أولا محمد ومصطفى، أنا ليه مصطفى ومحمد دول نور عينيا، وأحمد أخوهم لهم أخ برضو صغير كده هيطلع بطل إن شاء الله. دول نور عينيا. تعبت قعدت مسيرة حياتي كلها ان انا اربيهم على المصارعه علشان يمشوا ويبقوا ابطال اولمبيين وابطال عالم. هي ماشيين في الخطوات دي انا وهم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ان شاء الله يعني باذن الله. طب عشان نحقق ده بقى خلينا نسمع من حضرتك يعني، وفي نفس الوقت زي ما كنت بقول لك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجه جميله جدا، وعمل وزود لهم المكافئات، ودي حاجات كانت بعيده اصلا. صحيح. عن الرياض، هو زود لهم المكافآت، وسيادة الوزير خلاص هيبدأ ينفذ لهم زيادة كده، وبعدين ربنا كرمنا وعملوا لهم مرتبات في الاتحاد، وده ما كان ممنوع قبل كده. ما هو كان أمر غريب فعلا، يعني الرياضي ده لو هو مكرس حياته للرياضة دي تحديدا فعلا هيعيش منين؟ ما ده كان أمر كان لازم فعلا يتم تعديله. طب أيام حضرتك كابتن علي برضو إزاي كان الوضع قائم؟ كان في تعيينات في الطيران في شركة غازكوم، كان في تعيينات، كنت أنت بتقول تتعيني وتلعب الرياضة، كانت هي كفيلة بتصرف عليك. تمام تمام تمام. انما دلوقتي بقى موضوع المرتبات ودلوقتي بقى يعني بقى دلوقتي الاحصاء، دلوقتي احنا بقينا طمعانين في كل حاجه، احنا طمعانين نبقى ابطال عالم، طمعانين نبقى اولمبيين، لان المجال دلوقتي طول ما انت بطل طول ما بينصرف عليك، لو ما انتش بطل مش هنصرف عليك. بتفق معاك جدا. انا عندي برضو نقطه حابه اسال حضرتك فيها بالنسبه للمعسكرات الخارجيه، هل وقت حضرتك كان في معسكرات خارجيه، ولا الوضع كان صعب شويه حسب برضو الامكانيات الماديه وغيره؟ كان صعب يعني. انا في حياتي الرياضيه انا قعدت 10 سنين 11 سنه انا ما عسكرتش الا بطوله واحده بس. الوضع اختلف نقدر نقول دلوقتي يعني. طبعا هم عملوا محضر شهرين اتنين فجر. والصوت بيقطع شويه، هو ممكن يبقى كابتن علي كمان مش سامعنا كويس قوي. انا حاسه كده في حاجه في الصوت يا جماعه شويه اعتقد. نعم. هو الصوت كويس ولا ده عندنا؟ الصوت جاي كويس معايا. الشبكه. طيب عموما احنا اكيد يعني سعدنا بالتواصل او ما تيسر من التواصل مع كابتن علي جبر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا تليفونيا، وان شاء الله تنورنا في البرنامج قريب باذن الله. نرجع بقى لبطلنا محمد، وفكره ان انت يعني اهل بيتك كلهم ابطال عالم، يعني الوالد بسم الله ما شاء الله واخوك وكذا، اكيد دي سهلت حاجات كتير، وفرت عليك حاجات كتير، لكن في المقابل حطيتك بقى في فكره ان انت متحمل مسؤوليه كبيره فظيعه. ايوه فعلا. عشان ما ينفعش تكسف الناس دول وتاثر رقبتهم. ما ينفعش فعلا، ما ينفعش. كنت بتتعامل مع التفصيله دي ازاي، وبالذات وانت صغير؟ انا عايز اقول لك الموضوع بيبقى بالنسبه لي انا واخويا بيبقى صعب جدا. انت والدك مدرب وبيبقى الناس كلها عارفاه. طبعا. انت بتلعب ماتش اللي مثلا لو اللاعب مثلا بيطلع 100% في الماتش الثاني، هو بيطلع انت في الماتش بتاعك 100%. اكيد. ايوه. فانت وطبعا انت في نفس الوقت برضو ما ينفعش ان انت تخسر او يبقى شكلك وحش عشان خاطر والدك والكلام ده، فانت بتبقى تحت ضغط زياده عن اللزوم عن اي حد. بس انت حضرته كمدرب للمنتخب؟
لا ما مش هو ما كانش ماسكني لا كنت انا لسه ما مسكتش ميزاني وانا كنت انا لسه صغير سنا شويه. اوكي لكن كان بيمارس نفس الامكانيات اللي بيملكها عليك بقى بشكل عام من وانت صغير عشان يأهلك للي جاي. ايوه وفر عليك ايه؟ وفر عليا حاجات كتير كنصايح مش اي حد ينصحها الا يكون واحد لعب واتحط في نفس المواقف دي. صحيح وتجارب يعني سابقة. بدل ما تمر انت بيها هو بيديك. ايوه هو بيديها لك فدي فرقت معانا جدا يعني. وطبعا اهم نصيحه على الاطلاق طلعت بيها من كلامك معاه يعني اللي فعلا النصيحه اللي فعلا فرقت معاك في المشوار بتاعك قوي وحقيقي وفرت عليك حاجات كتير. هو بيقول كلمه الصبر نهايته جبر. الله حلوه يا سلام. فهي كابتن علي جبر هيقول ايه طبيعه الحال. فاحنا بنصبر ودي ده ده ده, ده ربنا هو اللي قايل كده. فاحنا بنصبر وربنا هيدينا ان شاء الله ان شاء الله. محمد انا حاسه من كلامك وانت تصلح لي يعني انت كاركتر او شخصيه طموحه جدا عندك حلم عايز تحققه بارت منه ان انت عايز تعمل ده لوالدك اكتر ما عايز تحققه لنفسك ده احساسي صح حقيقي. شفت انا بقرا الناس ازاي يعني انا عايز اجيب الميداليه الاولمبيه لي هو مش ليا ده شعور يعني حلو على فكره جدا يعني ايوه يعني الحمد لله والدافع ده ممكن يوصلك لتحقيق الميداليه دي فعلا على فكره. هو ده فارق معايا كتير جدا ومخليني مركز اكتر مش انا لوحدي انا واخويا يعني اخويا برضو ميزانه ميزان مؤهل للاولمبيات هو بيلعب مصارعه حره المصارعه الحره طبعا اصعب من المصارعه الروماني في افريقيا هو ماسك ميزانه بقاله سنتين كان في لعيبه ما كانش بتخسر في افريقيا من تونس ومن جنوب افريقيا هو هزمهم وماسك ميزانه وماشي كويس الفتره دي ف يعني احنا الاثنين ان شاء الله هنكون بنلعب في التاهيل للاولمبيات ان شاء الله اللي هي في شهر 3 الجاي واتمنى ان احنا الاثنين نتاهل ان شاء الله جميل. ان شاء الله ما هو ده حلمنا ان شاء الله واحنا بقالنا كتير ماشيين في المشوار ده بيحصل لنا ضربات وبنرجع تاني وبنمسك ميزاننا وي وكده حلو جدا. طيب انا هتكلم معاك شويه في حته التعيينات اللي انت ذكرتها لان ده ملف مهم. انت دلوقتي بتقول ان الوضع ما بقاش زي الاول، الاول كان فيه تعيينات لكن دلوقتي فيه مرتبات، هل انت شايف ده تعويض جيد ولا انت برضو محتاج يبقى ليك وظيفه مع كونك بطل رياضي؟ انا هقول لحضرتك ما هو انا انت اصلا مش متجوز الاول؟ لا انا متجوز. متجوز يعني عندك اوريدي تكاليف كمان تانية. انا عايز اقول لحضرتك انا دلوقتي بعد ما ربنا يكرمني وخلص رياضه خلاص مش هيبقى في راتب من المصاري. طب ايه فين بقى ارجع بقى اشوف اي حاجه تاني بتاع. فانا يعني بتمنى من يعني من سياده الوزير هو كان بيقول في موضوع كده موضوع تامينات للابطال الرياضيين الكبار ماشيين فيه والكلام ده هو كان قاعد معانا في الاجتماع كويس قوي لو فالموضوع ده ايوه طبعًا. يتامن علينا طبعا فاتمنى الموضوع ده يمشي يعني وعلى فكره الموضوع ده حق للابطال دول ايوه فالحمد لله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا جميل. بص يعني احنا نتمنى طبعا حصولك على ميداليه اولمبيه ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا في مستقبلك فده بقى دورك ان انت تعمله وتفرحنا وتامن بيه كمان مستقبلك ده رقم واحد. عايز اقول لك ان الموضوع ده صعب جدا يعني هو صعب بس اتعمل كتير يا محمد واتعمل من ناس ممكن يكونوا اقل منك في الامكانيات او العزيمه يعني احنا بنشوف الحلم بعيد صعب لكن هو صعب بس مش مستحيل وانت اوريدي قاطع شوط كبير تجاه تحقيقه ايوه بس احنا برضو افريقيا محتاج دعم معايا معنوي ونفسي وكل حاجه علشان خاطر اوصل للحلم ده باذن يعني الله الحمد لله يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله واتمنى ان شاء الله لو ده حصل يعني يكون فيه ده نداء تاني هنقعد نقول لغايه اولمبياد باريس وبعد اولمبياد باريس يبقى الشركات الوطنيه رجال وسيدات الاعمال الوطنيين ان هم يدعموا الابطال بتوعنا لان هم محتاجين الدعم دلوقتي ومش محتاجين الدعم بعد كده لما بيكونوا ابطال يعني هم محتاجين الدعم ده عشان يبقوا ابطال يعني فاتمنى يكون في اهتمام بالفئه دي ان الفئه تستحق ذلك يعني هو في سقف للاعمار في الرياضه دي بالنسبه لل طبعا المفروض بيبقى في سقف يعني انت مثلا لما بتعدي رينج معين كده مثلا 35 سنه كده طبعا مش هتبقى بنفس الجوده بتاع اللاعب اللي في العشرينات اكيد طبعا. اكيد انت دلوقتي احنا عندنا الماتش 6 دقائق الماتش 6 دقائق ده بيعادل اكتر من 90 دقيقه بتوع الكوره انت في الكوره ممكن تاخد سبرنت وترجع ماشي مثلا ولا الكلام ده طبعا. لكن انت من اول ما الماتش بيبدا انت كل حته بجسمك شغاله طبعا. فبدني صعب جدا
والتحام وصراع والكلام ده. فطبعا لما السن بيكبر البدني بتاعك طبعا بيقل مهما انت كنت بطل. وايه اكبر سن كان بطل فيه شارك يعني لغايه سن كام عالميا؟ دلوقتي مش لازم حتى محليا. دلوقتي بقى فيه بطولات رواد بتتلعب بس ده. طبعا هم الرواد مع بعض طبعا انت فاهم مش بيتنافسوا مع فئات عمريه مش معايا ومش فئات عمريه لا في الرياضه الرومانيه تحديدا اكبر ممكن سن ممكن في رينج 35 سنه كده طيب نقطة مهمة قوي بقى لان احنا انا وكريم كان معانا الخبر ده امبارح وكلمنا عن البطل طبعا المصري كرم جابر وعودته مرة تانية. انت بتشوف برضو بطل من 2015 كان مختفي وقرر يعود مرة تانية وعنده حلم مش كده بقولك الحلم ممكن يكون صعب بس يحقق يعني وده فوق ال 35 وده بقى فوق ال 35 بعدي مستريح بقى ده مواليد 79 يعني او 78 حاجة زي كده فشفت اصلا الخبر ده ازاي هل فرق معاك اللي هو في امل حسيته او يعني ولا بالعكس ده كان خبر مش جيد عليك مثلا حسيت التنافس ممكن يبقى اشد خليني اعرف منك والله الحته دي انا مش عايز اقول لك المفروض المدربين هم اللي يتكلموا فيها لان انا لاعب برضو يعني الحته دي برضو فنيه شويه هم اللي بس ده رمز في الرياضه بتاعتك طبعا الكابتن كرم بطل كبير ومحدش ينكر الكلام ده خالص يعني الكابتن كرم ده من اساطير اللعبه بس اللي هو عمله ده ممكن ده يعني تبقى دي تفصيله اللي تقصدها انا وانت فكرة إن اللي عمله كرم جابر ممكن يغير لك ويغير لغيرك وجهة نظرك مثلا في تاريخ اللي انت هتعتزل فيه أو في المرحلة السنية اللي انت هتبطل فيها وعنده إجابة مش عايز يقولها أنا حاسة كده بس هنجيبها برضه مش هنسيب واحدة هنتسرسب وناخد منه الإجابة ما بنرحمش قول يا محمد انت يعني حسيت انها مش رأيك. احسن حاجه صح انا حاسه ان انت ما استقبلتش الخبر ده احسن حاجه ده من رد فعلك يعني والله عادي يعني انا ما لان الكابتن كرم انا ما حضرتوش في وهو لاعب يعني انت ما فانا برضو ما مش عارف برضو الدنيا ماشيه ازاي بس لكن نرجع هو كاسطوره كان هو يعني كان حلم ان انا اتمرن معاه في يوم من الايام هو دلوقتي كابتن كرم بيتمرن معانا في المنتخب وبنستفاد منه كتير وبنشوف حركات بيعملها كويس كده يعني نرجع ونقول ان اللي عمله كرم جابر ده ممكن يغير وجهه نظر كتير من الناس اللي كانوا شايفين ان في سن معين بالزبط. لازم الواحد يبطل بالزبط. في الرياضه دي أيوه. هي هو كسر التابو ده بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا كلها الفتره الجايه انا عايز بس اشكر ناس كده طبعا الناس اللي تعبت معايا الفتره اللي فاتت الكابتن كمال عبده بتاع مدربه في المنتخب والكابتن ياسر صقر اللعيبه زمايلي اللي ساعدوني اي لاعب اتمرنت معاه وصلت يعني كنت بسببه وصلت للمرحله دي بشكره جدا طبعا في لاعب اتاهل للاولمبياد فينا من بطوله العالم اسمه عبد اللطيف منيع طبعاً. 130 كيلو هو ده انا اقرب ميزان لي انا 97 فاحنا على طول بنتمرن مع بعض وهو ليه فضل كبير عليا وطبعا في ابطال كتير يعني بتمرن معاهم برضو محمد ابراهيم كيشو محمد ايهاب هيثم فهمي يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله ويوفقكم كلكم بنشكرك على وجودك معانا النهارده ونورتنا يا محمد اللي اتشرفت بلقائكم ده يعني لا احنا بجد سعداء بيك واحنا اللي اتشرفنا يا محمد لان انت بطل مصري ونتمنى ليك كل التوفيق وهرجع اقول تاني بجد وده شعور اعتقد اي حد دلوقتي هيفهم انا بقول ايه او هيسمعني هيقول الكلام ده مظبوط فعلا احنا بنشعر باي شخص مصري بيمثل مصر وبينجح في الخارج ان ده واحد من البيت عندنا فهتلاقي الدعم المصري يعني والجماهيري عظيم جدا بالتوفيق ليك وانا نفسي ان انتوا تفرحونا يعني تتاهلوا وتفرحونا ان انت شوف بقى كم عيله هتفرحها وكم عدد مش بس على سكيل والدك او والدتك او البيت عندكم ده بجد انا عايز اقول لك ان ده بيبقى حلم فمش عايز اقول لك ان انا الواحد بيعمل كل حاجه بالظبط كل يوم علشان خاطر اللحظه دي عايز اقول لك الماتش بيبقى 6 دقايق بيبقى 6 دقايق دول بقى عشان توصل لهم وتكسبهم مسيره كبيره قوي هتوصلهم ان شاء الله وربنا يكرمك وهتشرفنا وهتفرحنا انت وامك باذن الله بنشكرك على وجودك معانا نروح لفقره الكوره هنتكلم اكيد عن منتخباتنا منتخب مصر والاستعدادات لكن مهم جدا نتكلم عن الاهلي اللي ماتش طبعا هنا مديامة الغاني والتوقعات اللي الناس كلها بتحلل اعتقد يعني من امبارح وانا عماله اتابع كل تقريبا الاستوديوهات
التحليليه يقول لك ماتش محطوط في الجيب، يعني خلاص كانه ماتش مضمون، فروقات كبيره جدا. لكن تاني هنرجع نقول ما فيش حاجه مضمونه في لغه كره القدم. على كل حال خلينا نتكلم عن كل هذه الملفات مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا استاذ. نورنا كالعاده. بنور حضرتك. خلينا بقى نبتدي فعلا بالماتش ده، ماتش الاهلي يعني ماتش ميديام الفتره اللي جايه دي. طبعا كثر الحديث حول تفاصيل كتير متعلقه بهذا اللقاء، عايزين نعرف توقعاتك انت الشخصيه ورؤيتك لكيفيه سير الامور في الماتش ده. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مباراه يعتبر على الورق في المتناول، بس ده على الورق يعني ملوش علاقه بالمستوى الاخضر. كده كده في المستوى الاخضر ده ليه حسابات اخرى وظروف بقى المباراه، واللي يجتهد واللي في يومه من عدمه وما الى ذلك. لكن وبشكل عام دور المجموعات بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى فيه دايما معضله، يعني بيبقى يمكن نطلق عليه عنوان كده من رحم المعاناه يولد الابطال. دايما من دور الابطال، يعني دور ابطال دور المجموعات، عفوا دور المجموعات اخر اربع سنين الاهلي بيطلع تاني واحيانا بيصعد بالعافيه. يعني بيبقى فيه سيناريو زي اخر مره كده، بس الفعل الحسن اللي في الاربع مرات دول الاهلي في النهائي فاز فيهم طبعا بثلاثة. اخر مره النادي الاهلي كان حقق في دور مجموعات الصداره خرج من ربع النهائي، عشان كده ما بقتش معضله قوي ان انت تصعد اول او تاني. بس هو ممتاز بالنسبه للنادي الاهلي ان انت مجموعتك تحسم الصداره مبكرا، مش عشان التاهل، لا التاهل زي ما قلت لحضرتك ان هو التاني مش مشكله، لكن عشان انت مقبل على رزنامه ضخمه شويه وفيها يعني محتاج في ضغط مباريات كتير، فانت تبقى ريحت نفسك بدري بدري عشان تلاقي نفسك مثلا متاهل مثلا من الجوله الرابعه ممكن، ولما لا تلاقي ممكن تريح بقى العناصر الاساسيه بتاعتك في الخمسه في السته الجوله الخمسه والسته، بحيث ان انت تعرف تستعد كويس للي جاي. لكن هي المباراه طبعا افتتاح بالنسبه للنادي الاهلي، مع احترام طبعا للمجموعه هو اقل فريق في المجموعه، طبعا مش في قوه شباب بلوزداد، مش في قوه يانج افريكانز التنزاني، لان الاثنين دول متطورين في السنوات الاخيره. هي طبعا القرعه اللي عملت كده، لكن هو في النهايه مباراه يعني اخشى، يعني الحته دايما بنخاف من اللاعب المصري في المباريات السهله، لان يعني اللاعب المصري بيلعب على قد المهاجم، على قد المنافس عفوا، على قد المنافس دايما بتبقى يعني لو كان المنافس قوي بتساعد له بشكل قوي، بتقدم مباراه قويه والعكس. فعشان كده خوف جمهور الاهلي من ان النادي الاهلي ممكن يستهتر بالمباراه. هي كمان المخاوف ساعات بتيجي من فكره الخوف من المجهول. انا يعني كنت لسه عايز اقول لحضرتك انا ونهاوند امبارح والنهارده اتكلمنا في التفصيله دي في كذا سياق، يعني فكره ان انت لما بتلعب فريق مش معروف قوي اسمه، حتى مش مسموع كتير، فانت بتستنتج بشكل لا ارادي انه على قد الايد وانه مقدور عليه وكذا. لكن برضو اعتقد ان احنا مرينا قبل كده بتجارب ورتنا ان مش شرط، مش بالضروره. بالظبط، لانه كمان هو ما عندوش حاجه يخسرها، يعني المنافس لما بيكون زي ميدياما كده مغمور اول مره في يعني الحاجات دي بتدي له، هيلعب طبعا النادي الاكبر في افريقيا، النادي القرن وامور كتيره جدا، فبالنسبه له مباراه للشهره، فما عندوش اي حاجه يخسرها. ان خسر خمسه حتى ولا سته ما عندوش اي مشاكل في ده، في حين ان هو لو عمل مباراه حلوه حتى لو خسر اربعه وجاب جون فبالنسبه له ده انجاز. عشان كده ده الخوف، ان انت الضغط عليك، انت المباراه على ارضك وسط جمهورك قدام فريق مغمور تماما، فانت انت يعني في الحالات دي بقول دايما النادي الاهلي يحسمها من مبكرا، ما يديش فرصه ابدا للمنافس انه يمسك في المباراه ويحاول يطلع بنقطه او يعمل مفاجاه لا قدر الله طبعا. لكن هو النادي الاهلي يحسمها من الاول، من اول ربع ساعه، من اول ثلث ساعه، من الشوط الاولاني حتى، ينهي الامور مبكرا، لان عشان تلحق تريح نفسك، لان انت داخل على زي ما قلنا دايما وابدا خليها معاك على طول. انت عندك اجنده مباريات مضغوطه جدا، كاس عالم الانديه، دوري ابطال افريقيا، مباريات الدوري منها المؤجل ومنها العادي، كل الامور دي بتعمل لك ضغط، زائد كمان في كاس السوبر المصري بشكله الجديد، يعني كل الامور دي بتعمل لك ضغط. كل ده النادي الاهلي كمان مش فريق عادي، يعني النادي الاهلي بيخش البطولات مرشح ليها، فانت عشان تريح نفسك انت مبكرا احسم الامور، خصوصا ان كانت سهله حتى لو كانت على الورق. طيب يعني خلينا هنتطرق لكل حاجه، يعني زي ما احنا متعودين نتطرق ماشي. معروف عندنا اننا بنتطرق عادة الفتره الاخيره ده موضوع مهم، بنحب نتطرق كذا مره، تطرقنا النهارده تطرقوا براحتكم يعني مش عايزه بس اختزل الحوار في ميدياما تحديدا، بس انا عايزه اروح لنقطه، يعني في تألق طبعا وفي استمراريه من الموسم اللي فات للعيبه في التطوير الملحوظ والكيمستري الحلوه اللي احنا شفناها على يد مارسيل كولر، لكن في نفس الوقت برضو احنا خرجنا من الموسم اللي فات بنفس الامور السلبيه اللي لسه معانا، يعني خلينا نقول اتعالجت البعض منها اتعالج والبعض لسه معانا، منها برضو ان انا المشكله عندي في اوقات بتكون في مباريات وشفناها في المباراه الاخيره، انا عندي مشكله شويه في الدفاع،
انا عندي مشكله شويه ان في فرص ضائعه بشكل كبير جدا. انا عندي مشكله شويه ان انا يعني ما اعرفش ليه ما بتالقش مع الفرق او الماتشات السهله، ما بحسمهاش ليه من الدقائق الاولى، ليه بدي المنافس الثقه. وشفنا تصريحات مختلفه بصراحه كان عليها 100 علامه استفهام ما يطلع مدير فني، مش هقول تحديدا فرقه ايه عشان يعني مع كامل احترامنا، بس حد يجي يقول لك احنا كان ممكن ننتصر على الاهلي بجون واثنين وثلاثه، هو ده معقول؟ يعني تلاقي الفرقه دي اصلا بعيده عنك جدا يعني. طب باي ثقه ده؟ عايز ازود تفصيل على اللي قالته نهاوند، ان كمان ساعات بتبقى المشكله ان انت مش شايف مشكله بعينها، ان انت مش عارف هو العطل فين، يعني السكواد بتاعك كامل وجاهز فنيا وبدنيا، وبتشوف ما لا يتسق ما لا يتماشى مع الحقيقه والواقع ده، فما بتبقاش عارف فين المشكله اصلا. والله اقول لحضرتك هو جميل جدا ان حضرتك اتكلمتوا فيه، لان ده اللي حصل فعلا للنادي الاهلي في الفتره الاخيره او منذ بدايه الموسم الحالي او الموسم الجديد، هو اللي حصل ان الاخطاء زي ما حضرتك تفضلت وقلتي موجوده فعلا من السنه اللي فاتت، اذا كان دفاعيه ولا اهدار الفرص. الفرق الوحيد اللي حصل من الجهاز الفني تحديدا مارسيل كولر مع اللعيبه ان هو الشغف قل شويه. ليه قل؟ لان هو السنه اللي فاتت لما دخل الموسم اللي فات قبل اول بدايه الموسم اللي فات كان اللي قبليه كان الاهلي خسران بطوله افريقيا، وكان خسران الدوري، وكان خسران حاجات كتيره، وخسران الكاس طبعا، الكاس اللي كان قبليه القصه دي. فعشان كده الاهلي دخل الموسم الجديد ما عندوش رفاهيته انه يفقد اي حاجه، فعشان كده فاز بالسوبر المحلي في بدايه الدوري على الزمالك، كان ساعتها كان بطل الثنائيه، وبعدين كمل بقى المشوار في كل البطولات، فحصد كل البطولات اللي شارك فيها. يعني يكفي ان اقول لحضراتكم ان الاهلي ما خسرش غير بطوله واحده بس، كاس عالم الانديه وعلى يد ريال مدريد، يعني اظن ده فعلا هو مقبول مقبول تماما يعني. فهو السنه دي الشغف قل شويه، عشان كده النادي الاهلي خسر كاس السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري، حتى لو كان الاهلي كان عنده كان ليه ضربه جزاء كان يرحب اكتر، بس ده طبيعي، لكن في النهايه خسر، خرج من الدور الافريقي بدون فوز. كل ده للاسف تجديد الدماء، تجديد الشغف او الهدف عند اللعيبه ما تمش. هي هو خطا للجهاز الفني بكل امانه، لان هو ما لعبش على الحته دي. انت لازم تدي دوافع اكتر، تجديد الدوافع، خصوصا في الحالات دي بيبقى اللعيبه الجدد هم اللي المفروض يبقى عندهم الشغف ده، زي رضا سليم، زي امام عاشور، زي مودست، دول اللي بقى موجود عندهم. لكن رجعنا تاني للنقطه الاخطر والاهم اللي هي مسلسل اهدار الفرص ده، بشيء غريب جدا. يعني لو عكسنا الايه والاهلي يسجل اللي ما تسجلش وما سجلش، كان الاهلي فاز كتير جدا. يعني طبعا. النادي الاهلي مثلا مباراتي بقى نصف النهائي 9-0 كمان بالظبط، يعني مباراتي اول ماتشين سيمبا هنا وهناك، اللي هو الاهلي تعادل فيهم في اللي هناك ده يخلص 4-5 مثلا، انت تعادلت 2-2 وكنت مغلوب، وانت اللي تعادلت كنت ممكن تكسب جوار، يعني غريبه جدا بتضيع. دي مشكله موجوده يعني دي عند الجهاز الفني اكتر. يعني برضه مرجعيتها ايه؟ يعني ليه ده بيحصل؟ قل التركيز، يعني ده قل التركيز. يعني هو ان هو الاهداف الفرص السهله تحديدا اهدارها بالشكل ده بقى قل التركيز. هي اهدار الفرص بيجي بس من قله التركيز، ولا ممكن يجي من كتر التركيز اللي نتج عنه ضغط على اللاعب؟ لعيبه الاهلي ما ينفعش يتقال عليهم ضغط. لا انا بكلمك في المطلق. لا في المطلق ما بينطبقش على النادي الاهلي. النادي الاهلي انت جاي نادي انت مطالب بتكسب كل الماتشات حتى لو ودي بطوله مدارس مالهاش علاقه. ما هو قالها موسيماني لما مشي قال لك انا الضغوط، يعني مش ممكن يا جماعه البطوله نكسبها تاني يوم ها عندنا بعد بكره تدريب عشان البطوله مش عارف. ما هو ده النادي الاهلي، فانت جاي تحت ضغوط طول الوقت. يعني النادي الاهلي مثلا بيشارك في 4 بطولات يكسب 3 ويخسر 1 يبقى فشل. يعني المدرب في النادي الاهلي لو خد 3 بطولات وخسر بطوله انت فاشل، بدليل اول مثلا ما خسر ماتش سوبر اللي هو بطوله من مباراه واحده. انت عندك اخطاء، انت وده طبيعي، طبيعي جدا في النادي الاهلي، ما ينفعش اللي كده. احيانا كمان لما النادي الاهلي بيكسب بطولات ويكونش الاداء مش هقول احنا كسبنا بس مش هننسى الاداء ومش هننسى مش عارف مين وخلي بالك بالظبط. فهو ده قدر النادي الاهلي، ما ينفعش اقول من كتر الضغط انت جاي النادي الاهلي، انت جاي نادي الضغط، انت ما ينفعش، بس انت محطوط تحت رسبوته طول الوقت، طول الوقت لعبتك تحت رسبوت بطولاتك، انت ما ينفعش تخسر، ما ينفعش تخسر. النادي الاهلي مثلا لما خسر السوبر اللي هو حتى لما مباراه واحده وخسر بطوله الدوري الافريقي انت خسرت بطولتين، الموضوع كارثي بالنسبه لك. فده ما بيحصلش كتير في النادي الاهلي، عشان كده مسلسل اهدار الفرص في وجهه نظري قله التركيز من اللعيبه. اللاعب بيستسهل، مش واخد باله ان الكوره هتجيله، وده طبعا ما ينفعش يحصل في النادي الاهلي اصلا. لكن ارجع اقول ان هو قلة نسبة الشغف عند اللعيبة مع بداية الموسم الجديد هي السبب الرئيسي في ده. نقطة مهمة جدا. طيب خلينا برضو يعني مش عايزة أسيب الأهلي، احنا عايزين نتكلم كمان على المنتخبات المختلفة مش بس منتخب مصر المنتخب الأول. بس
بالمشهد اللي احنا فيه وبالمستوى الفني اللي احنا فيه حتى هذه اللحظة، أستاذ محسن شايف إن ممكن نقدم موسم رائع زي الموسم الماضي، ولا حتى وإن كانت ضربة البداية ليست الأفضل، لكن ولكن ممكن نقدم موسم استثنائي أيضا، ولا الوضع حضرتك شايفه بالمستوى والفنيات والشغف اللي حضرتك ذكرته لا الموضوع مقلق شوية؟ لا، النادي الأهلي مش بس قادر أنه هو يقدم موسم زي السنة فاتت، يقدم موسم أحسن كمان من الموسم اللي فات. أنا بقول لحضرتك ليه؟ لأن هو أنت السكواد بتاعك أنت محتفظ بيه، أضفت ليه ثلاث عناصر قوية جدا طبعا. أمام عاشور في خط الوسط وموديست اللي هو جاي، يعني أنا مش مع الناس أنه هو اللي هو جاي، هو في تسرع في الحكم كالعادة ورضا سليم، ولكن طبعا شاءت الإصابة بقى يعني ربنا يشفيه، لكن الثلاثة دول إضافة لفريق أساسا قوي بالزبط. فالموضوع فالأهلي مهيأ أنه يقدم مستوى أفضل، وحسنا يعني حسنا يعني حصل ان هو او الهزائم اللي حصلت دي في الاخيره، الخروج من الهزيمه السوبر والخروج من دور افريقيا من نصف النهائي، ده بيدي حافز اكبر للاعيبه ان هم يحاولوا يعوضوا في ده، فده كويس يعني الجانب الكويس من الشيء الوحش. يعني هو مش بقول كويس ان الاهلي خرج طبعا، لكن ده شيء ايجابي ان انت بتحاول تعوض نفسك، مش معقول هيبقى بالشكل السيء ده على طول. عشان كده انا بقول ان الفتره الجايه الاهلي هيكون افضل من كده، لانه خلاص خلص من بعض الضغوط. دوري السوبر ده كان مضغوط في وقت عفوا دوري افريقيا كان مضغوط في وقت ضيق جدا، فخلاص خلص منه. الاهلي عنده كاس عالم الانديه، وفي كاس عالم الانديه بيبقى الوضع مختلف، وعنده بطوله دوري ابطال افريقيا، لان البطوله دي هي الاهم طبعا، اهم بطوله في تاريخ النادي الاهلي او في كل موسم. دي اللي بتوصلك للملايين، دي بتوصلك لكاس عالم الانديه، دي بتوصلك للريكورد اللي انت منفرد بيه، انت 11 تبقى 12 تفرد مكانتك افريقيا المعروفه، يعني هي البطوله رقم واحد، دي البطوله رقم واحد مع كامل احترامي بقى للدوري الافريقي للدوري، كل دي حاجه، لكن دي البطوله الاهم المهمه والاهم. عشان كده انا يعني متفائل خير بالنسبه للنادي الاهلي. طيب تعالى نسيب النادي الاهلي مؤقتا وهنرجع له تاني، بس نتكلم شويه عن المنتخب. واحنا ما التقيناش بحضرتك من قبل الماتشين اللي اتلعبوا، ماتش سيراليون وقبل منه ماتش جيبوتي، فشفت الماتشين دول ازاي؟ وبناء على مشاهدتك ليهم، الى اي درجه انت مطمن على اللي جاي مع المنتخب؟ نحمد ربنا ان احنا كسبنا الماتشين لسبب، لان انت لما تشوف التسع مجموعات الكبار متدمرين تماما، يعني مجموعه من المجموعات فيها جنوب افريقيا ونيجيريا، تخيل بعد الاثنين المفروض يبقى الصراع بين الاثنين، لا الاثنين ثاني وثالث، لان الاول رواندا يعني نيجيريا نيجيريا خسرت الماتشين، خسرت اربع نقط، يعني يا ريتها كسبت وخسرت، لا ده تعادلت الماتش، تعادلت على ارضها تقريبا مع لوسوتو، وتعادلت بره يمكن مع موزمبيق او زيمبابوي مش متذكر، خسرت اربع نقط رواندا عدته، وجنوب افريقيا كسبت على ارضها وخسرت بره من رواندا 2-0 كمان او 2-1. فعشان كده تخيل مجموعه فيها رواندا عقم، السنغال فقدت نقطتين بالتعادل مع ليبيا تقريبا، مع ليبيا او هي في مجموعه السودان، يعني في مفاجات كتير في كل السنغال فقده، الكاميرون فقده، جنوب افريقيا، غانا في مجموعتها فقده، فانت النهارده مين اللي متفوق في مجموعاته؟ مصر، تونس، الجزائر، المغرب لانها لعبت مباراه واحده بعد انسحاب اريتريا. فعشان كده الكبار كلهم في المجموعات مش في امان، اي نعم هيتداركوا موقفهم، بس بالشكل ده ما ينفعش تفقد نقط. فاحسن حاجه عملناها مش ان احنا الاداء، ومش الاداء مع احترامي طبعا دي جيبوتي ودي سيراليون مع احترامي، يعني انت مفترض على الورق اكتر. فعشان كده انا المهم عندي النقاط، لان انت جمع النقاط بسرعه، والمجموعه كمان خدمانه، بيتعادلوا بيخسروا الدنيا معاهم مش مظبوطه. انت المنافس الاقرب ليك حسب الجدول هو بوركينا فاسو وغينيا بيساو، هم اللي كسبانين كل واحد فيهم اربعه. انت جاي لك في المجموعه الثالثه، في الجوله الثالثه ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي مع بوركينا، انت تخلص على اللي عنده امل. بوركينا تعادلت، تعتبر اول مباراه ضد اثيوبيا تقريبا، تعادلت 0-0، فانت خلص، لا مع جينيا بيساو عفوا، تعادلت 0-0، 1-1 قصدي، كان المباراه في المغرب. فانت اكسب الناس دي كلها، اكسب انت، ممكن مصر تتاهل من المجموعه دي يمكن في الجوله السته مثلا ولا السبعه اذا صارت بالشكل ده. فعشان كده هي الايه اتعكست شويه بالمناسبه في المنتخب، كان اي مدرب يجي يقول له احنا متعاقدين معاك التاهل كاس عالم والفوز بكاس الامم الافريقيه، كان زمان بيبقى الفوز بكاس الامم الافريقيه سهل جدا، اما كاس العالم ده الحلم الاكبر وكان بيبقى صعب يتحقق. دلوقتي العكس، دلوقتي العكس، يعني انت عشان تكسب كاس الامم الافريقيه في بقى المغرب والتونس والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا ومش عارف وكود الفطاحل كلهم، صعب جدا بقى صعب. لكن في كاس العالم انت بتلعب مع جيبوتي واثيوبيا وكل المجموعات كده، مش مجموعتنا يعني، مجموعه ولا اتنين اللي فيها يعني مجموعه جنوب افريقيا
ونيجيريا هي اللي فيها الاثنين دول، وحتى مش عارفين يستغلوها، رواندا هي اللي في عقم. فعشان كده بقى الموضوع سهل، بقى الموضوع سهل بعد طبعا تصاعد رقعه المتاهلين لكاس العالم ل 48 منتخب، فده خلى العمليه سهله شويه. فمش عايزين ايه يعني، مش بدي مش عايزين ندوه اكبر من حجمه يعني. ايه كويس ان انت تفضل على كده، انا عايزك تفضل محافظ على فرق الاهداف، شباكك نظيفه، اكسب يعني ان شاء الله 1-0 انت خد عشان تخلص، لان ده اللي كان بيعمله مثلا منتخب زي تونس. تونس كان يبقى الاداء سيء جدا والدنيا ضايعه، بس اهم حاجه يكسب مالي بقى، يكسب موزمبيق مش مهم، المهم انه يكسب ومحقق العلامه الكامله. ده عشان كده كنت تلاقي مثلا تونس بتصعد كتير، واحنا على مدار التاريخ كنت بتفقد نقاط في مباريات مهمه، هي اللي في مباريات ضعيفه هي اللي بتطلع بتاهلكش. ليبيريا مثلا سنه 98، حاجات كتيره زي ليبيا في 2006، الماتشات دي يعني هي اللي كانت بتخسرك. انا نفسي افهم والله يعني، هو ده حتى حضرتك دلوقتي بتتكلم عن سيراليون، اوكي هو بعيده جدا، بس احنا تاريخنا ايه مع سيراليون على فكره؟ يعني هي متفوقه عليه، هي متفوقه، احنا تعادلنا ده اخر 2012. انا فاهم، يعني هو برده اهو يعني، ما هو ده برده مش مفهوم. هو انا ليه بعمل كده مع يعني، بحس الاهلي زي المنتخب في الحته دي، الماتشات السهله في ازمه فيها، والماتشات الصعبه اداء كويس ونتيجه كمان احسن. ما هي عقليه، هي عقليه ايه ده، مفيش عقليه. لا هو العقليه انه بيلعب على قدر المنافس. احنا 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 في 2000 مثلا و10 كنا نستحق تماما ان احنا نتاهل كاس عالم، منتخب قوي جدا 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 اللي هو اتاهل على حسابنا الجزائر، بس احنا ما تاهلناش بسبب ان الجزائر كسبتنا، لا انت تعادلت مع زامبيا في القاهره مثلا بالزبط. اول ماتش دي ماتش سهل، مش سهل طبعا، انت العب انت اكسب، انت ليه بتدلع بالعافيه، انت خرجت بتعادل. الجيل الحالي من المنتخب الاول رؤيتك ليه ايه؟ ولو عملنا مش عايز اقول مقارنه قوي، بس لو حبينا نقارن كده من بعيد بينه وبين الاجيال الذهبيه اللي عدت في نقطه مهمه جدا هتفرق مع الجيل ده للاسف بالسلب، اللي هي غياب الجمهور. انت لما كنت تشوف زمان الجمهور كان بيجي الماتشات دي، الاستاد مليان 80,000. بتتكلم على المنتخب؟ ايوه المنتخب طبعا، لان المنتخب والانديه بالمناسبه، المنتخب والانديه. ما هو كان وقتها اداء المنتخب ازاي؟ انا مش هقدر الوم برضو الجماهير، ما انا هروح اعمل ايه؟ لا 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 معلش، لا لا انا معاك، الدعم الجماهيري مهم، دور وطني. لا 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 الجماهير، الدعم الجماهيري مهم يا استاذ محسن، بيحرك اللعيبه، بيتكلم بالواقع، بيحرك اللعيبه. انا لما بعد 2010 لقيت المنتخب بتاعي بيسحب 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 لورا، طبيعه الحال الشغف بيقل، ده طبيعه. مين اللي بيشد الجماهير اكتر؟ الانديه. ما هنجمل ولا هنقول واقع؟ لا لا لا، بس اسوا مش لوم انا فاهم حضرتك تقصد ان المستوى وحش فالجمهور ما بيروحش، طبيعي. لا ما هو الجمهور متحدد، فهي عشان كده الجمهور عنده بعض الغضب شويه من الجزئيه دي، انت ما تحددنيش يعني. انا فاكر كان الكابتن حسام غالي كان قائد المنتخب في قائد النادي الاهلي في 2012، فلاحظت ساعتها انه كانوا بيلعبوا بره بشكل رائع جدا قدام مثلا الترجي في تونس، مش عارف بيلعبوا بشكل كويس ويكسبوا. فبقول له انت حاجه غريبه يعني، الاهلي هنا بيعاني، مش قال لي عشان بنلعب بدون جمهور، لكن بره بنلعب بدون جمهور فاحنا متشوقين للجمهور. شوف وصلت لايه، هو عايز على صعيد يعني بعيدا عن الجمهور وعلى صعيد الامكانيات يعني الفنيه والمهارات الفرديه اللي عند الجيل الحالي بالمقارنه بجيل ابو تريكه مثلا. لا ما هو يعني دي كانت طفره، جيل ابو تريكه ده كان طفره. كنت تلاقي انت عندك اليومين دول عندك عدد اللعيبه الدوليه اكتر بكتير، مالهاش علاقه ساعتها، ما كانش عندك محمد زيدان محترف صحيح فقط، لكن انت كنت فريق كنت واكل القاره كلها بدروجبا بقيته بكله، انت ما كانش حاجه. ايه اللي منعنا دلوقتي ان احنا ناكلها؟ لا ما هو الفوارق ما عادش فيه، ده في منتخبات عدتك بكتير. ما عادش فيه انت وصلت، انت في 2010 بالمناسبه انت ما تاهلتش كاس عالم يعني، ال 24 او 32 منتخب اللي وصلوا كاس عالم، وكان كان تصنيف مصر في ترتيبه على مستوى العالم التاسع، وانت نمت تتاهل كاس عالم كان التاسع يعني. انت شوف وصلت لفين، ليه؟ لان فريقك كان متكامل. ده 2010 لان ده متكامل يعني، فريق متكامل كان ساعتها في كل حته. انت عندك افضل حارس مرمى في التاريخ، في تاريخ الفراعنه، كان عصام الحضري، ابو تريكه، كان بركات، كان زيدان، كان وائل جمعه، التوتاله كلها كانت رائعه يعني بكل امانه، احمد فتحي، مش كل الجيل كله كان كله على بعض، كنت اي حد يخش فيه خلاص بيمشي بنفس الوتيره دي يعني، اي لعيب ينضم ليهم يروح في حته تانية. عشان كده ده المقارنه صعبه شويه. هتقول لي دلوقتي عندنا محترفين، عندنا محترفين، بس اللحمه اللي كانت موجوده، كاتبه المحلين اللي كانت موجوده في 2006 و8 و10 صحيح. مش موجوده بصراحه، صح بس يعني مش موجوده دلوقتي للاسف. شويه مختلفه، احنا عندنا شويه محترفين اكتر وبارزين، صلاح بقى، تريزيجيه، النني، مرموش، مصطفى محمد، الكاتبه كلها، بس مش زي الاول. ما قبل كده ما انت كان عندك مثلا كنت بتلعب كوت ديفوار، الفريق كله محترف، كله محترف، برشلونه والسيتي، وانت كنت بتكسب 4 واخده رايح جاي،
ثلاثة وأربعة، الكاميرون بإيتو كتبت المحترفين كلها برضو أنت واخده إياز زي ما بيقولوا. فدي كانت طبعا كانت أيام حلوة، فعشان كده هي دي طفرة يعني ما ننفعش نلوم حد عليها، ولكن هم بيحققوا الأهم، الأهم اللي هو الحصول على النقاط عشان تقدر تصعد بالزبط. لأن أنا مؤمن أن منتخب مصر المنتخبات الكبيرة بتظهر في المباريات الكبيرة، بدليل هدي الحركة مثالين، البطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة المنتخب كان غير مقنع تماما في دور المجموعات، اتغلب من نيجيريا 1-0 وكسب غينيا بيساوي السودان 1-0 1-0، كان أداء سيء جدا، ومع ذلك لما في أدوار النوك أوت تعاملك وكسب بقى كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال، خسر بضربات الترجيح وتعاملك. حتى في المباراه الوديه الاخيره شفنا مثلا ماتش زيمبابوي، ماتش زامبيا اللي طلع في الامارات كان عادي جدا سيء جدا، كسبنا 1-0 بهدف بايلك من حمدي فتحي، لكن لما جيت لعبت منتخب زي الجزائر تعاملكت وانت متاخر وانت مطرود منك واحد اغلب المباراه وانت متقدم 1-0 وبتضيع كمان كنت تقدر، ومنتخب الجزائر هو اللي تعادل معاك. عشان كده كانت مباراه يمكن شفت وسائل الاعلام المغربيه والجزائريه وحتى صحف كوت ديفوار قال لك المباراه دي هي المثال للي هيكون عليه الكيان في يناير اللي جاي، لان هو المنتخب الكبير بقى بيظهر في الاوقات الصعبه، اللي هو زي الاهلي لما كنا بنتكلم عنه ان هو ممكن ما يكونش كويس قدام ميدياما بس بيكسب، بس هيجي في المباراه القويه هتلاقيه تعاملك وظهر بشخصيته. عشان كده المنتخب وبيحقق المهم، لان الاهم هو اللي جاي ان انت تصعد كاس عالم، انت تبقى موجود في كاس الامم الافريقيه بشكل كويس، لا غنى بقى ان انت يعني انت صعدت اخر مرتين في اخر 3 دورات، صعدت 2 نهائي وخسرتهم، ان شاء الله يعني الثالثه تتعوض باذن الله والمنتخب يكسب باذن الله بالبطوله. المنتخب المنتخب رايح كاس العالم يحضر ولا يلعب ويكمل؟ يعني ما ان شاء الله لا ما هو كمان لو ما رحناش لا ما هو ان شاء الله هيروح ان شاء الله مش عايزه حتى اتخيلها، بس ده في 26 احنا ما لسه روحنا شغالين من دلوقتي، روحنا هنروح زي ما هنرجع لروسيا، هذه التجربه الاليمه اللي اعتقد لن تمحى من الذاكره لينا كلنا كجيل للاسف الشديد، لان احنا الجيل اللي سافر واللي خد اجازات واللي استلف واللي طلق واللي اتجوز هناك، هي عقلي يعني هي عقلي. تعبنا وكان عندنا امل وكان عندنا باشن. هم بيحسبوها ازاي؟ للاسف مسؤولين الاتحاد الكره او المنتخب بيحسبوها ازاي؟ احنا رايحين كاس العالم، هو احنا ناخد كاس العالم؟ لا طبعا، لا خلاص احنا رايحين نحتفل، احنا تاهلنا يا جماعه، احنا رايحين احنا من اجل 3 مباريات، فبالتالي بقى سقع كذا اللي كان موجود في هو الفكر ده ما اتغيرش ومش هيتغير ومش هيتغير، لما اتغير مره واحده عند المغاربه في 2022 في قطر وصلوا للمربع الذهبي، لما اتغير جمله او عباره تمثيل مشرف او شاركوا مشاركه بقى فقدت معناها، وابتدت لما اتكلم حد تقول لي يا عم التركيز ده اصل هيلعبوا بكره، يا عم احنا هناخد كاس العالم، احنا جينا خلاص احنا تاهلنا المره الثالثه المره مش عارف مين، هو هي دي العقليه، لما تتخلى عن العقليه دي خلاص تقدر ساعتها تعمل حاجه. بس اعتقد ان الجمهور وجهه نظره ممكن تبقى مختلفه عن كده، ما هو للاسف الجمهور متعطش لا متعطش ومتعشم قوي، ان هو اصل خلي بالك برضو ترجمه التمثيل المشرف عند في اذهان ناس كتير قوي هو اما الحصول على البطوله او مجرد التواجد في الماتش النهائي بالظبط، ما غير كده هو مش بالضروره. ما انت بتشارك ليه في البطوله يعني انت بتشارك ليه؟ ما هو يعني عقليه النادي الاهلي ناجحه ليه؟ لانه بيشارك في اي بطوله بهدف البطوله، يعني بيخش فيها وديه بقى، ماتش بيبقى الاهلي بيشارك في ماتش ودي صحيح وبيقدم بشكل قوي، ليه؟ لان هو براند، انا النهارده داخل في ماتش ودي واخد فيها رقم محترم لان اسم النادي الاهلي كبير، فمش بالتالي بقى مش هقعد اجرب لا 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 انا لازم بشكل قوي لازم اكون على قدر الحدث. فعشان كده بتلاقي لما النادي الاهلي بيطلب ودي بيروح باسم برقم كبير لانه براند عالي هو بيحافظ على ده حتى لو ودي. فانت النهارده ساعات منتخب مصر مثلا كان يروح يشارك في حاجات لمجرد ان اسم منتخب مصر مش مهم بقى اللي يحصل، بس او زي مثلا ما حصل في روسيا زي ما حضرتك كلمتي اما راحوا مثلا حضروا مش عارف حفله كده الرئيس الشيشان وحاجات كده مالهاش علاقه بالكره اصلا، بس ليه يلا ترضيه الجميع، هتيجي تقول له تركيز يا عم احنا هناخد كاس العالم واحنا هناخد كاس العالم. الروح الانهزاميه دي سيئه جدا بصراحه، هي مش انهزاميه، هي مش انهزاميه ولا واقعيه على فكره، لان اللي وصل مع حضرتك قلت المغرب، ما المغرب كانت فين بالظبط؟ هي القصه كلها لو انا فضلت شايف نفسي صغير ما انا هفضل صغير. هو مش شايف نفسه صغير، هو انا حققت الهدف عندي ايه؟ الوصول لكاس العالم بس. لا بس ده غلط. ايوه ما هو ده واقع مختلفه تماما بين الجماهير وبين المسؤول، يعني اعمل اللي عليك اعمل اللي عليك اعمل اللي عليك. في ماتش المغرب وبلجيكا اللي كانت في المغرب كان معاها مين في مجموعتها؟ كان معاها كندا واوكرانيا ومش اوكرانيا واسمه ايه ده وبلجيكا، معاها بلجيكا والفريق اللي هو منه لوكا مودريتش.
فلما كان مين بقى ترتيبهم؟ ده كان الثاني على العالم، بلجيكا كان الثاني تصنيف على العالم. ومع ذلك لما كرواتيا كانت كرواتيا كله خاف على المغرب من كرواتيا وبلجيكا، عملت ايه؟ تعادلت مع كرواتيا وكسبت بلجيكا وطلعتها وتأهلت هي. ماشي، هو ده بقى انت صدقت، انت صدق نفسك، هو ده مفيش حاجه اسمها يا عم ده تاني العالم، ده مش عارف اعمل ده تاني. هرجع لتقييم قوام المنتخب بتاعنا. السكواد اللي انت شايفه ده مش المفروض ان هو عنده ما يسمح من الامكانيات والخبرات، ولا سيما مع وجود اللعيبه الدوليين المحترفين في الخارج، مش المفروض ان هم ان شاء الله باذن الرحمن لما يشاركوا في كاس العالم يقطعوا فيه شوط اضعف الايمان؟ بالظبط، هو ده اللي المفروض اللي احنا منتظرين منهم. اولا انت صلاح واخد دوري ابطال اوروبا وبتنافس على جوائز افضل لاعب في العالم والحاجات دي، مرموش بسم الله ما شاء الله، ومصطفى محمد واللي جاي. انت المفروض انت لما تبقى ان شاء الله موجود في كاس العالم باذن الله، وده هيحصل باذن الله، تتغير بقى العقليه، مش رايحين نحتفل بقى، مش كله طالع والفضائيات موجوده عندهم فوق وخد لك صورتين واللي جايب الاولاد والممثل مش عارف مين كانت مشاهد روعه طبعا ما هو وكان مبرر احنا يا عم احنا ناخد فده المفروض يحصل ان شاء الله. مسيو محسن يعني هنروح فاصل وهنرجع، بس هفتح مع حضرتك ملف مهم جدا، وشفنا فيه دلوقتي مؤتمر مع سياده الوزير والحديث عن مكافحه الفساد الرياضي. شفت انت التايتل ده؟ او يعني طرح النهارده الحديث عنه مع سيادة الوزير. انا هسألك سؤال مباشر، احنا عندنا فساد رياضي؟ اكيد فيه. آلياته ايه ومكافحته ايه؟ لا اصل هو الواحد ما كانش عارف ان في اصلا دي مفاجاه. لا حضرتك عارفه، فما ما ينفعش يعني ما ينفعش اتكلم عليه بتفاصيل لسبب، لا ما هو ما فيش وقت اصلا. لا غير الوقت، ادينا ما يكفي للخمس دقايق المتبقيه. لا مش يعني اصل هو اكيد فيه يعني اكيد فيه، بس عشان تتكلم عليه بشكل مفصل او تقول جزئياته خلينا يعني نتكلم في ابهى صوره واليات المجاملات مكافحه المجاملات. يعني اخطر حاجه على الكره المصريه المجاملات، ان انت فلان يتجامل في منصب، في لعيب يتجامل في انه ياخد مكان حد. هي دي بتبقى ده في وجهه نظري اخطر حاجه على الكره المصريه. لان القائمين بقى على الرياضه في مصر ما خدوش بالهم طول السنين اللي فاتت من التفصيله دي وانعكاساتها السيئه، واللي ادت ليه من فقدان مهارات وكفاءات كثيره وكبيره جدا ومهمه جدا واحنا في امس الحاجه ليها، لمجرد ان في محسوبيه. بالظبط، ما هي موجوده، بس هو يعني ما فيش حد اسمه ما خدش باله، اكيد واخد باله عارف، بس بيسكت. طيب بيطنش الوضع، فهو مساهم في ده. حد بقى اي مسؤول بيبقى عارف وساكت هو جزء من الفساد، فالموضوع منتهي. لا هو مش فكره ان هو حضرتك بتقول لي ان هو ما شافش ده، لا شايفه وعارفه، وليه ده هنا؟ عشان ده تبع فلان، او المحسوبيه اللي هي للاسف مبوظه. كتر ما يعني على قد ما كانت المحسوبيه كتيره، هي دي اللي بتدمر المنظومه كلها. عشان كده تلاقي النتائج في النهايه يعني فشل كتير، لكن لما بتكون العمليه يعني محدوده، مش هقول منتهيه خالص لان احنا بشر في الاول وفي الاخر، لما بتكون محدوده بيبقى في نسبه نجاح. انا اتذكر مثلا كان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي العظيم السابق كان بيتكلم في مره على اختيارات الناشئين، فحد بيقول له كابتن مش عارف، قال لك شوف انا بختبر يعني، حد قال لي مثلا قريبي اختبر الولد، نفس القصه، قال لك كنت في اشاره مرور والراجل مثلا قال لي عندي ابني، هو الاثنين واحد، هو مو مش وصى، شوف هو ادى الفرصه، شوف ده وشوف ده والاصلح خده. يعني في النهايه ده الجزء اللي هو ايه اللي مقصود، لكن في لو 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 في شبهه فساد خد بقى ده وبلاش ده، لمجرد ان ده تبع حد، وده حتى لو كويس ماشيه، لا ده بيولد على في النهايه نتائج سيئه. طب فكرك مؤتمر زي ده ممكن يعني يرمي طوبه في المايه الراكده افريقيا تحديدا، واحنا بنتكلم ان افريقيا مليانه يعني في الاطار اللي بنتكلم فيه مليانه؟ افريقيا مش عايزه طوبه، افريقيا عايزه قاره تترمي فيها. عشان يعني ممكن يعمل اي حاجه مؤتمر زي ده؟ هو ولا تحصيل؟ ما الناس عارفه، هي عامله زي حركه زي بيقلب نور بالعربيه في حاجه. أيوة. بس في النهايه مفيش يعني انا بقلب لك نور يعني خلي بالك في مطب، بس محدش بياخد باله. هي لكن ما تقولش افريقيا، افريقيا دي يعني هو الفساد متجذر فيها بشكل رهيب، يعني اسوا اتحاد قاري على مستوى العالم هو اتحاد اللي هو الكاف، اتحاد افريقيا لكره القدم، كله ملخبطه وعشوائيه وامور يعني ما تحصلش من اتحاد وليد اللحظه يعني. لكن هو فالكاف في مشاكل، فما تقوليش افريقيا، افريقيا دي لا هي معموله عشان كده يعني. افريقيا اللي عايز يجي يتعلم فساد بيجي يتعلم في الكاف. بيحزن على فكره، ممكن اكون بنقولها بنضحك او بس ده واقع، بس ده شيء يحزن، ده واقع يعني مثلا انفانتينو دي حاجه مش سر،
مخلي افريقيا تحديدا افريقيا كان زمان افريقيا واسيا دلوقتي افريقيا بس حقل تجارب بيجرب فيها. يعني الدور الافريقي اصلا معمول ليه؟ لما تيجي تبص الدور الافريقي بطوله بلا معنى يعني في الاساس بلا معنى. مش بقول كده عشان الاهلي خرج منها، هو طالما انت وافقت فيها خلاص وافق، لكن انا بتكلم فيها بطوله ايه المغزى منها؟ ما انت عندك دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، ودوري ابطال افريقيا هتودي كاس العالم للانديه ولا بتدي عندك الربع. طب ايه وفي بطوله في العالم بتبدا من ربع النهائي عشان يمرر لاوروبا لان اوروبا رفضها، هو اللي هو يعني الشركات والاغنياء عايزين يعملوها. فلما الاتحاد الاوروبي قوي رفض الفكره دي رغم اتفاق ما بين ريال مدريد وبرشلونه وميلان واليوفنتوس والكبار، قال لهم اي حد هيلعب مباراه في حاجه زي كده هيتشطب من الاتحاد الاوروبي، واي لاعب هيشارك هيتشطب من السجلات. فراحوا راجعين كلهم لورا وانفنتون ما قدرش يحكم لان ده اتحاد قوي، لكن طبعا هو بيملك بيحرك عرش المارونيت اللي بيحرك الكاف كده، فقدر يفرض بطوله زي. عشان كده طول الوقت بيكذبوا، يقول لك مثلا ايه احنا الاتحاد الافريقي هيتقدم بطلب للفيفا ان ياخد بطل الدوري الافريقي يشارك في كاس العالم للانديه، اللي هو ليه؟ يعني ليه يشارك في كاس العالم للانديه؟ بأمارة ايه؟ هيقول لك اصل في البطوله المجمعه اللي فيها 32 فريق اللي في امريكا السنه الجايه، طيب ماشي مكان مين؟ ما انت لما هو دلوقتي تاكد مثلا بياخدوا اخر اربع سنين اربع ابطال، تاكد الاهلي وتاكد الوداد، لما لو السنه دي مثلا خد حد مثلا غير الاهلي والوداد يبقى هو اللي هيشارك وبياخد الاعلى تصنيفا. لما انت تيجي وجايب لي واحد اللي هو بطل الدور الافريقي ايا كان بقى صن داونز ولا غيره، يبقى انت ظلمت حد، ظلمت واحد في التصنيف، ممكن يكون الترجي ولما لا ممكن يكون الزمالك، يعني ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. فده او الزمالك يمكن بعيد شويه بسبب التصنيف، لكن ايا كان انت ظلمت فريق اي مسمى. فعشان كده في افريقيا لا متجذر ومتاصل، وهم بييجوا يتعلموه في افريقيا او بيستغلوه في افريقيا. حتى لما جابوا طب على الاقل نستفيد من ده ونعمل فيه دورات تدريبيه، ايه رايك في والله كان ممكن طالما فساد كده كده مكتوب علينا. لا لا موجود يعني حتى لما جاب مثلا رئيس الكاف السابق احمد يعني بوظ الدنيا خالص، يعني بتاع مدغشقر بهدل الدنيا وخرج الخروج الامن. يعني كل الفساد اللي حصل ده كله ما دخلش السجن، خرج خروج امن، امشي واسيب الليله بس كل حاجه زي كمان نخرج خروج امن لان والله كده كتير يا دوب. يعني نحب نشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. شكرا ليك مسيو محسن، وكالعاده قراءه بيبقى مختلفه بجد، فنشكرك جدا ونشكر حضراتكم على متابعتنا هذا الاسبوع، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في الماتشات والمباريات القادمه. مع السلامه.